مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. النهاردة إن شاء الله هيكون عندنا بعض الفقرات الهامة جدا، وهنكون مستمرين معاكم على مدار ساعتين من دلوقتي حتى الساعة 12 صباحا إن شاء الله. عندنا الفقرة الأولى فقرة حوارية هتكون هامة جدا مع كابتن صديق الجمال لاعب الأهلي السابق وعضو لجنة اختيار المواهب في النادي الأهلي، وأيضا الكابتن شاكر عبد الفتاح طبعا نجم النادي الترسانة السابق هيكون معانا في الفقرة الحوارية الثانية من حلقة الأهلي ليلة النهاردة. ان شاء الله تكون حلقه هامه وتعجب حضراتكم، لكن خلينا في البدايه كده نتكلم عن بعض الاخبار الخاصه بفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واللي اكيد استأنف تدريباته النهارده. بس قبل ما نخش في الفريق الاول خلينا نهني طبعا فريق كره السله بالنادي الاهلي بتتويجه ببطوله دوري المرتبط لكره السله النهارده، من خلال كمان كانت تغطيه اكثر من رائعه، ودي طبعا بعض اللقطات النهارده لفرحه الاهلاويه بالفوز بهذه البطوله للمره الثالثه او للموسم الثالث على التوالي. فبالتالي النهارده كانت تغطية أكتر من رائعة من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، من خلال زملائنا طبعا بالتحديد كابتن خالد العوضي، فنبارك لهم طبعا، مستنيين منهم المزيد والمزيد من الانتصارات والبطولات كالعادة للنادي الأهلي. نخش في أخبار الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، واللي بيستعد لمباراة هامة جدا أمام فريق الداخلية في الأسبوع، هي مباراة أكيد مؤجلة من الأسبوع السادس من بطولة الدوري. مباراة هتكون مهمة جدا، وهي آخر مباريات النادي الأهلي في المرحلة الحالية، وهي إحدى المراحل الصعبة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي وبيمر بيها خلال الفترة الأخيرة، وهتكون آخر مباراة للنادي الأهلي في هذا العام. طبعا كل سنة وكل جمهور النادي الأهلي وكل المصريين والشعب المصري بألف خير بمناسبة العام الميلادي الجديد، لكن مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي الفوز في هذه المباراة عشان يكون الفوز الخامس على التوالي في بطولة الدوري، وأهمية كمان المنافسة على هذه البطولة والعودة طبعا للمقدمة بعد وجود العديد والعديد من المؤجلات بالنسبة للنادي الأهلي. خلاص ناقص 3-4 مباريات مؤجلة بالنسبة للفريق، إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق فيهم بشكل كبير جدا عشان يرجع لمكانته الطبيعية في صدارة بطولة الدوري العام، وهي إحدى البطولات الأهم جدا 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 بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، واللي اكيد جمهور النادي الاهلي متعود عليها بشكل كبير جدا. نبتدي اخبار الفريق والمصابين، وبالتحديد عندنا 5 لاعبين عندهم اصابات مختلفه وبيغيبوا خلال الفتره اللي فاتت، سواء وليد سليمان، صلاح محسن، سعد سمير، ومحمد نجيب. رامي ربيعه كده كان غايب بسبب ان هو غير مقيد بسبب الاصابه اللي كانت عنده اصلا في البدايه واللي اتعافى منها، لكن رامي ربيعه بالتحديد عنده اصابه مختلفه الفتره دي وخلاص على وشك التعافي منها، وهي اصابه خاصه بايده، يعني عنده زي كسر في احدى اصبع ايده يعني، فبالتالي بيتعالج من هذه الاصابه وان شاء الله يعود قريبا جدا رامي ربيعه، يعني هيكون في امكانيه كبيره وارد ان هو يتم قيده في شهر يناير عشان يكون داعم قوي لفريق النادي الاهلي كالمعتاد، ورامي ربيعه احد اللاعبين المهمين. طبعا كمان وليد سليمان يعني زي احنا عارفين الفتره اللي فاتت كلها وليد سليمان كان ماشي الراجل بشكل اكثر من رائع مع الفريق الاول بالتحديد منذ بدايه الموسم، وقدر ان هو يؤدي مستويات اكثر من رائعه وبالتحديد في بطوله دوري ابطال افريقيا وقاد النادي الاهلي لنهائي هذه البطوله، لكن للاسف الفريق ما وفقش في المباراه النهائيه امام الترجي. لكن وليد الفتره دي عنده زي اجهاد كده، وده طبيعي طبعا من المباريات الكتيره اللي لعبها وليد سليمان، وكان في اعتماد كبير جدا من الجهاز الفني في هذا التوقيت على لاعب بحجم وقدرات وليد سليمان، فبالتالي شيء طبيعي جدا ومنطقي ان هو يكون عنده اجهاد نوعا ما، بالاضافه طبعا ان هو عنده اصابه في الكاحل، وان شاء الله وليد سليمان يعني على وشك ان هو يتعافى من هذه الاصابه، ونتمنى له كمان العوده ان شاء الله سريعا. بيقوم ببعض التدريبات التاهيليه خلال التدريبات اليومين دول، فان شاء الله نتمنى له كل التوفيق والعوده سريعا بالنسبه للنادي الاهلي. كمان سعد سمير وهو احد الركائز المهمه في خط دفاع النادي الاهلي، واللي عنده مزق في العضله الخلفيه في احدى المباريات السابقه، بالتالي سعد سمير بيغيب لفتره، برضو عنده بعض التدريبات العلاجيه والتدريبات التاهيليه علشان يقدر ان هو يعود للتدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. كمان صلاح محسن احد اللاعبين المهمين جدا في خط هجوم الفريق، يمكن مش محظوظ شويه مع النادي الاهلي من اول ما جه، يمكن بعض الاصابات ممكن تكون بتلاحق صلاح محسن، لكن يبقى ان هو احد الاوراق المهمه جدا في صفوف الفريق، بالتالي هو عنده اصابه في العضله الضمه او مزق في العضله الضمه، فقدامه لسه صلاح محسن حوالي من اسبوعين لثلاث اسابيع عشان يرجع للتدريبات الجماعيه، فبالتالي ايضا عنده تدريبات علاجيه وتاهيليه خلال هذه الفتره، بجانب كمان محمد نجيب، يمكن الناس يمكن
يمكن ناسية شوية محمد نجيب لاعب كبير جدا وخبرة كبيرة في صفوف النادي الأهلي، وأكيد الفريق تأثر بغيابه الفترات الكبيرة الماضية. أيضا كان عنده قطع في الرباط الداخلي للركبة، فإن شاء الله يعود سريعا وقريبا جدا محمد نجيب علشان يكون داعم قوي، يعني هيكون داعم قوي جدا لصفوف النادي الأهلي وبالتحديد خط الدفاع. إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق خلال المرحلة المهمة المقبلة. النهاردة الفريق عاد للتدريبات بعد ما كان في أجازة امبارح. الفريق وصل أصلا صباح الأمس بعد رحلة إثيوبيا ومباراة جيما أبا جيفار الإثيوبي، وتأهل الفريق في مجموع المباراتين بنتيجة 2-1 لدور 16 ودوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، هذه البطولة الغائبة واللي النادي الأهلي بيسعى ليها بشكل كبير جدا ومركز عليها كالعادة. يعني فيش سنة النادي الأهلي ما بيبقاش مركز على طول دوري أبطال أفريقيا، السنة دي طبعا هيكون تركيز كبير جدا بعد الإخفاق في الفوز بهذه البطولة لأكثر من 5 مواسم. تحديد كمان اخر موسمين الفريق خسر في النهائي سواء امام الوداد او حتى كمان امام الترجي، فبالتالي في تركيز كبير جدا من الفريق على هذه البطوله. خلاص تعدينا مرحله صعبه جدا وتاهلنا لدور المجموعات، والبدايه هتكون من شهر يناير بعد ما يكون في قرعه ان شاء الله يوم 28، هيتم تحديد طبعا كل مجموعه من المجاميع اللي هتكون في هذه البطوله. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي على راس او هيكون على راس احدى المجموعات بجانب طبعا بعض الفرق سواء الوداد او الترجي او مازيمبي. فان شاء الله نتمنى للنادي الاهلي بشكل عام كل التوفيق في بطوله دوري ابطال افريقيا. خلاص الفريق رجع للتدريبات النهارده، تدريبات قويه استعدادا لمباراه الداخليه ان شاء الله يوم السبت الجاي، وهتكون مباراه هامه جدا جدا، وفريق الداخليه فريق قوي ومميز طبعا، والكابتن علي عبد العال طبعا مدير فني من المدربين الجيدين جدا، فان شاء الله هيكون استعداد كالعاده استعداد قوي ومهم جدا بالنسبه للفريق علشان يقدر يتخطى هذه الحقبه وياخد خطوه جديده نحو اللحاق بالمتصدرين في بطوله الدوري، سواء الزمالك اللي متصدر طبعا في الفتره الحاليه وبيقوم بمباريات جيده في الحقيقه، وكمان فريق بيراميدز اللي بيأدي موسم جيد ايضا هو الاخر، فبالتالي هتكون منافسه قويه هذا الموسم، واكيد نتمنى كل التوفيق لفريقنا العزيز فريق النادي الاهلي ان هو يرجع لسباق الصداره، ومش بس سباق الصداره، احنا دايما متعودين النادي الاهلي على بطوله الدوري، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في هذه البطوله، وبالتحديد في المباريات المؤجله. لو كسبت المباريات المؤجله هتكون يعني خلاص قطعت شوط كبير جدا المنافسه بشكل قوي جدا، لو كسبت كل المباريات المؤجله هيبقى الفرق ما بينك وبين الزمالك 3 نقاط يعني، فهيكون الفرق قريب، فان شاء الله ده اللي بيسعى ليه الجهاز الفني الجديد واللي فيه بعض العناصر القديمه سواء كابتن محمد يوسف او كابتن سامي قمصان، وهيكونوا مساعدين طبعا لمستر لاسارتي المدير الفني الاوروجواني الجديد للنادي الاهلي، واللي هيتولى تدريب الفريق من يوم 28، الراجل هيوصل يوم 27 ان شاء الله يعني بعد بكره باذن الله يوصل، وهيكون متواجد اكيد في مباراه الداخليه، ممكن ما يكونش ليه دور كبير قوي في هذه المباراه، وهيكون الاعتماد او يعني التركيز من قبل كابتن محمد يوسف بشكل اكبر، وخصوصا ان هو متابع الفريق بشكل اكتر خلال المرحله الماضيه بالكامل، وهيكون المهمه الاساسيه او هيكون اول مباراه رسميه تعتبر لمستر لاسارتي هتكون بدايه من مباراه بيراميدز الصعبه جدا جدا يوم 4 يناير ان شاء الله. فبالتالي نتمنى للجهاز الفني بشكل كامل كل التوفيق، هي مرحله كانت صعبه خلاص يعني بعد 5 6 ايام النادي الاهلي هيخش مرحله جديده، مرحله هيكون فيها عوده للمصابين، وده شيء مهم جدا، عارفين النادي الاهلي بيغيب من عنده بعض المصابين المهمين، اللاعبين اساسيين جدا بيعودوا واحد تلو الاخر، سواء علي معلول خلاص رجع، احمد فتحي كمان متواجد، وليد ازارو كان غاب لبعض الفترات ايضا خلاص متواجد ولعب كمان المباراه الاخيره، في بعض العناصر طبعا المهمه جدا اللي عادت عشان تدعم صفوف النادي الاهلي في المباريات المقبله، وان شاء الله ده ان شاء الله بدايه من شهر يناير، كمان بخلاف عوده المصابين هيكون عندك بعض الاضافات الجديده اللي قدر النادي الاهلي يتعاقد معاهم مؤخرا، سواء جيرالدو طبعا اللاعب الانجولي، محمود وحيد لاعب فريق مصر المخصه، محمد محمود لاعب فريق وادي دجله، ودول اللاعبين اللي خلاص تم انهاء كل تفاصيل التعاقد معاهم، وخلاص بدايه او كمان كام يوم هينضموا لتدريبات النادي الاهلي ويكونوا جاهزين ولا أكيد للمشاركة في المباريات طبقا للرؤية الفنية طبعا، وطبقا على حسب جاهزيتهم البدنية والفنية للمشاركة في المباريات، وده هيعود طبعا للجهاز الفني اللي بيضم كمان عنصر من العناصر القوية جدا هو كابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ده بخلاف كمان بعض الصفقات اللي يعني خلال ساعات أو خلال أيام قليلة هنسمع أكتر
من صفقه جديده بالنسبه للنادي الاهلي، هيكونوا داعمين بشكل قوي. يعني عامه النادي الاهلي خلاص بيقفل مرحله كبيره كانت صعبه جدا جدا من خلال مباراه الداخليه، ان شاء الله يكون موفق فيها ويحصد الثلاث نقاط، يخش على مرحله اخرى وهي مرحله جديده ومهمه جدا في مشوار النادي الاهلي، سواء في بطوله افريقيا او بطوله الدوري او حتى بطوله الكاس، وهيكون عنده الامور يعني يمكن تكون اتظبطت شويه من الاخر كده، ويكون الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للنادي الاهلي. سريعا قبل ما نطلع فاصل، عايز اتكلم على اجتماع مجلس اداره اتحاد الكره النهارده واللي اثر على العديد من القرارات. خليني اقولها لكم سريعا قبل ما نروح لفاصل. توجيه الشكر للجهاز الفني للكره الشاطئيه وتكليف كابتن خالد لطيف بتقديم تصور كامل عن المرحله المقبله. كمان طبعا دي لقطات من المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع النهارده. كمان اجراء قرعه كاس مصر للمواليد 97 غدا ان شاء الله يوم الاربعاء، واللي هيشارك فيها 133 نادي، واحنا عارفين دي كانت توصيه من قبل الكابتن محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكره. ومسابقه جديده من نوعها بالنسبه للناشئين وهي بطوله كاس مصر او لمواليد 97 بالتحديد. كمان استعرض المجلس الملف الخاص باستضافه مصر لبطوله الامم الافريقيه 2019، واللي هيتم الاعلان عن الدوله المنظمه يوم 9 يناير المقبل بالسنغال في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الكره. احنا عارفين المنافسه طبعا قويه اكيد ما بين مصر وجنوب افريقيا، ان شاء الله الامور تستقر ان مصر هي اللي تستضيف هذه البطوله. كمان قرر اتحاد الكره المصري تشكيل لجنه برئاسه احمد شوبير نائب الرئيس وعضويه مجدي عبد الغني واحمد مجاهد عضوي المجلس لدراسه شؤون الافرع. كمان من ضمن القرارات عقد اجتماع مجلس الإدارة المقبل يوم 5 يناير وعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم السبت 23 فبراير القادم من أجل تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي وتعديل دوري القسم الثاني بالموسم المقبل. واخر قرار وهو الموافقه على احاله محمد الطويله رئيس نادي نجوم المستقبل لجنه القيم، والله يكون في عونه بصراحه. الراجل في مباراه طلائع الجيش يعني ظلم بشكل كبير جدا جدا من قبل الحكم ابراهيم نور الدين اللي عنده اخطاء عديده وعديده، لو كنا نفتكر مباراه الاهلي والانتاج كمان، يعني الراجل غير موفق اطلاقا هذا الموسم، فطبعا هيكون في تحقيق للكابتن محمد الطويله. طيب دي كانت ابرز اخبارنا النهارده، سواء اخبار النادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم وبعض اخبار او نتائج اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة النهاردة. بعد الفاصل نبتدي أولى فقرتنا في حلقة الأهلي الليلة النهاردة من خلال استضافة طبعا الكابتن الكبير كابتن صديق الجمال لاعب الأهلي السابق وعضو لجنة اكتشاف المواهب بالنادي الأهلي. استنونا بعد الفاصل. مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بينضم لي في هذه اللحظات طبعا كابتن صديق الجمال لاعب الاهلي السابق وعضو اللجنه الفنيه لاكتشاف المواهب في النادي الاهلي. كابتن صديق منورنا ومشرفنا. الله يخليك كابتن امير، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. يعني في البدايه طبعا عايز ابارك لك على عضويه لجنه مهمه جدا في النادي الاهلي وهي اللجنه الفنيه لاكتشاف المواهب، ودور كبير جدا هيكون عليكم المرحله المقبله. ربنا معاكم ان شاء الله. لا اداره اكتشاف المواهب بالظبط، اداره مش لجنه، هي اداره اكتشاف المواهب. تمام. طبعا شرف ليا ان انا اكون متواجد في النادي الاهلي في المكانه دي، وبشكر مجلس الاداره وبتمنى من الله ان ربنا يوفقني مع المجموعه اللي موجوده ونكون اضافه ليهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق دايما في هذه الاداره الهامه جدا، وهيبقى عليكم حمل كبير جدا في اكتشاف العديد من المواهب عشان يكونوا اضافه ان شاء الله للنادي الاهلي خلال الفتره المقبله. خلينا نبتدي ببدايتك كلاعب كوره وبعد كده نخش على مسيرتك التدريبيه. بدايه طبعا في النادي الاهلي كان موسم 88 89 وقعدت ثلاث مواسم. طبعا كان جابني كابتن انور سلامه. تمام. وكان بوجود الكابتن احمد ماهر والكابتن مصطفى يونس. وجاي مستر فايتسا اول ما شافني على طول الحمد لله ضمني للفريق يعني. تمام. وكان لي الشرف ان انا العب في وسط كوكبه من نجوم النادي الاهلي، كان جيل عظيم يعني الموسم 88 89، والحمد لله توفقنا في الثلاث مواسم، خدنا حصلت على بطوله الدوري، بطوله كاس، وبطوله افريقيا. تمام. التدريب بقى مسيرة التدريبيه طبعا بعد كده انا كنت رحت من الاهلي على الاتحاد السكندري، وبعدين سافرت لبنان لعبت محترف هناك حوالي ثلاث مواسم، وبعدين دخلت في مجال التدريب. الحمد لله نزلت عملت الدورات يعني التدريبيه وعملت السي والبي والدورات الاساسيه وكله،
واخدت مرحله تدريبيه كويسه جدا استفدت بيها. بدايه في بيروت قعدت حوالي فتره كبيره شي 15 سنه يعني، قعدت 4 مواسم مدرب عام و11 سنه كنت مدير فني. طيب. الحمد لله صعدت بفرق من الدرجه الثانيه على الدرجه الاولى. وفي فرق اخذت بطوله النشئ الشباب مع نادي الصفا، وعملت حاجات كويسه جدا بالنسبه لي كمدرب ضافت لي يعني. بعد كده رحت السعوديه، اشتغلت في السعوديه موسمين، واشتغلت في الامارات 3 مواسم. الامارات كنت ماسك مدير قطاع الناشئين في نادي الحمريه. تمام. ومسكت الفريق الاول. واشتغلت في البراعم والناشئين في نادي الامارات الاماراتي. واشتغلت زي شغل في الامارات، اشتغلت في نادي راس الخيمه في نفس المستوى براعم وناشئين. والحمد لله استفدت كبير يعني افاده كبيره، واخدت خبرات يعني. واشتغلت في مصر بس موسم واحد او نص موسم. كان مع نجوم مستقبل. كنت ماسك فريق ال 92 ساعتها، وسافرت معاهم بلغاريا، خدت بطوله هناك وديه مع الاستاذ محمد طويله. وبعدين في الوقت دوت رجعت بقى تاني يعني، كانت دي فتره في النص بتاعت نجوم المستقبل. وبعدين رجعت تاني على مصر يعني. الحمد لله الفتره دي وقع عليا الاختيار زي ما حضرتك تفضلت يعني، ان اكون متواجد في المكانه دي في النادي الاهلي. تمام، مسؤولية كبيرة، وأكيد حضرتك عندك خبرات كبيرة في اكتشاف المواهب، وإن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق من خلال المسيرة التدريبية بالتحديد اللي أنت اتكلمت عليها. واضح إن أنت كنت مركز مع الأعمار السنية الصغيرة، وده هيأدي إن أنت تكتشف مواهب كتير إن شاء الله للنادي الأهلي. يعني بتمنى طبعا بوجود كابتن محمود صالح والجهاز المعاون يعني طبعًا. إن احنا نبقى إضافة. هم كانوا شغالين قبل كده، المجموعة كانت ممتازة يعني، حققوا نجاحات وجابوا حاجات كويسه للنادي. بتمنى اكون اضافه ليهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق باذن الله. خلينا نخش في مشوار النادي الاهلي الافريقي وبدايته، واكيد مباراتين كانوا مهمين جدا. دور 32 كسبت هنا على فريق جيما بنتيجه 2-0، وخسرت هناك في تعتبر يعني مش مفاجاه طبقا للظروف اللي انت بتمر بيها خلال المرحله الحاليه. تقييمك لمجموع المباراتين بشكل عام بالنسبه للنادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي طبعا اصعب فترات اللي هي الدور ال 32. الفرق برضه بتبقى مش زي المستوى وانت داخل في المجموعات، مجموعات تبقى فرق مصنفه، فرق قويه جدا. النادي الاهلي قابل صعوبات الفتره دي، ويعني الواحد كان بكل العذر للجهاز الفني والناس المتواجده في النادي الاهلي. اصابات كتير، ايقافات، في يعني سوء حظ بالنسبه لبعض المراكز اللي هي الهامه جدا في النادي الاهلي ان يكون فيها اصابات. تمام. زي الحته بتاعت قلب الدفاع والاطراف ونص الملعب حتى المهاجمين. فالحمد لله ان الكابتن محمد يوسف قدر بالجهاز المعاون ان يتخطى الظروف. نادرا لما يحصل كده ظروف كلها ما عندك في فتره صغيره، وده اللي مر بيه النادي الاهلي اعتقد خلال الفتره اللي فاتت. اكيد ظروف صعبه جدا جدا. بس الاهلي معودنا طول عمره بيمر بظروف زي كده واصعب من كده. بالزبط. والحمد لله بيقدر يلم نفسه، بس ساعات تبقى فيها فترات بتبقى صعبه جدا. يعني في صعبه وفي صعبه جدا جدا لما انت تروح تلعب مباراه مهمه ومصيريه ومعاك 16 لعيب. بالظبط. يعني الله يكون في عون الناس المتواجده في المكانه دي في الوقت ده. حمل كبير جدا جدا، بس طبعا الناس اجتهدت وبتوفيق ربنا طبعا، والناس اللي موجوده قدروا يلموا اللعيبه وقدرنا نعدي المباراه دي. في ناس تقول لك ده فريق مش مصنف، فريق قليل. اصعب حاجه في الدنيا انك تلعب حد اقل منك، ما عندكش معلومات كافيه عنه. لا، واقل منك انت بكتير. بتفرق معاك يعني. مثلا ممكن الناس تبص للمباريات الثانيه يقول لك ده كسب كذا وده، لا ما تبصش كده. الفرقه دي مجهوله الهويه زي ما بيقولوا. بس الماتش عامل ازاي؟ اول حاجه الملعب كان سيء جدا هناك، والناس ادت في ظروف صعبه. فكونك ان انت تتخطى الدور ده، وزي ما قلت لحضرتك اصعب فترات اللي هي بتاعه الدور ال 32 دي تبقى صعبه جدا. انما انت، انا عارف متاكد من قدرات لعيبه الاهلي والاجهزه الفنيه تبقى متواجده في الوقت ده في دوري المجموعات. انت مستعد، لان كل اللي هيبقى معاك في المجموعه او لما ربنا يكرمك تصعد وتقابل كل الفرق قويه جدا وانت عارفها. بالظبط. في بقى طويل لدوري وعندك عنها خلفيات كبيره جدا، والاهلي عنده خبرات وعنده من المؤهلات ان هو ياخد اي بطوله. ووصل نهائيات كتير، وعلى فكره تتحسب للنادي الاهلي في الظروف اللي احنا فيها ان رغم الاصابات ورغم الايقافات ورغم الظروف الصعبه النادي الاهلي بيلعب فينال، يعني بيلعب بيوصل يلعب. بالزبط. نهائي. بالزبط. يعني ممكن في فرق تانية عندها لعيبه كويسه جدا ما بيوصلوش، يعني يا دوبك بيعدوا دور يعني، بس يخش دور مجموعات ماتش مشين بيطلع بره. فالنادي الاهلي الحمد لله معودنا ان هو قادر في الظروف الصعبه جدا يتخطى اي صعوبات باذن الله. بالظبط، هو كان ناقص له بس يتخطى النهائي بصراحه، ودي كانت اهم حاجه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، مش بس ان هو يوصل للمباراه النهائيه، لكن الاهم دايما ان هو يفوز. ما انا الاهلي ما بيرضاش الا البطوله، سواء طبعا. مجلس الاداره او الجماهير الكبيره في النادي الاهلي
ما بيرضاش الا البطولات. فطبعا ممكن يصادفك سوء توفيق في بعض النهائيات ودي ورده. يعني اعظم فرق العالم بتيجي في الفينال ممكن زي البرازيل كان بيوصل للنهائي كم مره ما كانش ياخد بطوله. فطبعا الحمد لله الحمد لله الاهلي قادر الفتره اللي جايه ان هو يحقق بطولات باذن الله ان شاء الله. شايف النادي الاهلي خلاص تخطى المرحله الصعبه او هيتخطاها بعد مباراه الداخليه ان شاء الله يوم السبت يوم 29؟ الاهلي بص يا حضرتك امير المؤجلات كل ما انت بتكسب مباراه والثانيه والثالثه بتدي لك باور بتدي لك انطلاقه وزي ما قلت لحضرتك الاهلي معودنا على كده. لما بيكسب وان شاء الله باذن الله الفريق بيمشي بيحقق نجاحات والفتره الجايه ممكن تبقى اسهل من اللي فاتت. اللي فاتت كانت صعبه جدا جدا كونك ان انت اصابات وايقافات والحمد لله توفيق ربنا ان احنا نعدي الماتشات دي. ظروف صعبه جدا. الفتره الجايه باذن الله باذن الله بعد التدعيمات وبعد الفريق ما يتظبط ما يكتمل سواء المصابين او الناس اللي يكون في دعم الفتره اللي جايه النادي الاهلي هيظهر بشكل كويس جدا جدا. وباذن الله الفتره اللي جايه النادي الاهلي هيكون متفوق على الفرق كلها. بعد تدعيم النادي الاهلي بعض الصفقات لحد دلوقتي ثلاث صفقات تقريبا او اربع صفقات بمحمود السلمي لكن يعتبر لاعب تحت السن. شايف ان النادي الاهلي محتاج كم صفقه كمان من وجهه نظرك؟ لا او كم مركز كمان محتاج دعم؟ لا الدعم ده يرجع للاداره الفنيه ويرجع لمجلس الاداره بالنسبه للناس اللي هم هيستخدموهم من بره. يعني انت بتجيب لعيبه على قد انت شوف المدير الفني احتياجاته ايه. تمام. بس اكلمني انا كمشجع اهلاوي ممكن ارد على حضرتك بالظبط. انا بكلم لا احنا دلوقتي احنا بنتكلم كحضرتك مشجع اهلاوي مش كمسؤول في النادي. مشجع اهلاوي الكابتن سيد عبد الحفيظ بنفسه اللي هو مدير الكره طلع قال بعد المباراه الاخيره احنا متفقين ويعني بناكد النادي الاهلي محتاج دعم وده اللي هيحصل خلال الفتره المقبله وقال ان في صفقات اكتر كمان من اللي حصلت الفتره الاخيره. فاحنا بنتكلم بشكل عام كمشجعين او كمتابعين لفريق بشكل عام نفسي الاهلي يكون الفريق متكامل في ما فيهوش نواقص المهاجمين أكيد. على مستوى عالي نص ملعب على مستوى عالي خط الظهر يبقى فيه ده لا يقلل من اللاعبين المتواجدين في الفتره الحاليه كمان في النادي الاهلي اكيد ليهم دور كبير أكيد. جدا ان شاء الله تدعيم تدعيم امير وارد في كل الفرق العالم تعمل تدعيمات طبعا. يعني برشلونه وريال مدريد بيعملوا تدعيمات هم عندهم لعيبه عاليين جدا جدا. فالنادي الاهلي الجهاز الفني والاداره الفنيه هم عندهم رؤيه فنيه مين هيجي النادي الاهلي او مين موجود او مين مش موجود دي بتاعه الجهاز الفني. بس انا بتمنى ان الصفقات تيجي كلها للنادي الاهلي على المستوى المطلوب يكونوا اضافه للناس اللي موجوده. تمام. كل اللعيبه اللي في النادي الاهلي حاليا يشيلوا فرقه بس بالزبط. ان شاء الله ما يكونش في اصابات ويكون في ثقه بالنفس والنادي اللعيبه ترجع للحاله الطبيعيه بتاعتها اللي عودونا عليها. المرحله دي عايزه نتائج ولا اداء ولا الاثنين؟ المرحله الاهم ايه في الفتره مرحله الدور 32 افريقيا كانت عايزه نتيجه تمام. مش عايزه اداء تمام. لان انت تتخطى الدور الاصعب ان انت تعدي منه بالظبط تكسب لان دور المجموعات بيبقى فيه تعويض ممكن لو لا قدر الله خسرت او حاجه ممكن تعوض. دور 32 ملعب سيء بالظبط ظروف مباراه زي ما قلت لحضرتك الفريق ناقص 16 لعيب في السكور فكل دي كانت مؤثره على النادي الاهلي. عدينا الفتره دي الفتره اللي جايه الفتره اللي جايه احنا محتاجين باذن الله الاهلي معودنا وجماهيره الكبيره ان يتفرج على اداء كويس ونتائج. بس انت لما يكون في ظروف قلت لحضرتك وتكسب والفتره عندك نقص يبقى مش مهم الاداء قد ما انا اجمع بنات. جمهور الاهلي ما بيرضاش الا بالبطوله فانا ممكن كان الفتره اللي فاتت ثلاث ماتشات ادي كويس جدا لا قدر الله يبقى فيه الفريق يتهز. لا حتى لو الاداء 60% 70% الجماهير النادي الاهلي واعيه وعندها ثقافه كبيره جدا تتقبل دي. احنا عايزين نكسب الفتره الجايه مع وجود المدير الفني الاجنبي مع وجود برضو كابتن يوسف هيبقى في الدعم اللي يحصل للجهاز الفني هيبقى ليه دور وتاثير كبير على الفريق. حته الاداء وحته المكسب وحته الشكل اللي هو اللي الجماهير بترضى بيه. فانا شايف ان الفتره الجايه ان شاء الله يبقى في شكل واداء باذن الله. لكن الفتره اللي فاتت تعتبر مرضيه لعبت اربع مباريات او خمس مباريات بالتحديد بعد انتهاك من البطوله الافريقيه خسرت مباراه وكسبت اربعه في بطوله الدوري. هل دي نتائج تعتبر مرضيه ولا كان لازم النادي الاهلي يكسب الخمس مباريات رغم كل الظروف اللي بيمر بيها؟ مرضيه من حيث النتيجه النتيجه ايجابيه جدا جدا. انت لعبنا اربع مباريات جبنا 12 بونت تمام. العلامه الكامله بس في مباراه قبليهم خسرتها من المقاولين مفيش اي مشكله وارد ممكن احنا الاهلي مش هيكسب على طول بالزبط. ومش هيخسر يعني بص وارد يحصل اي ظروف. انا بتكلم خصوصا في ظل الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي في ظل الظروف دي في ماتشات من الاربعه الاهلي ادى اداء جيد جدا وطلع الجهاز الفني والمسؤولين على الكوره شكروا اللعيبه شكروهم جدا. يعني الماتش اللي هو بتاع النجوم عملوا مباراه كويسه جدا تمام. وادوا اداء جيد رغم ضغط المباريات. حضرتك
في برضو الناس عشان تبقى الناس كلها عندها وعي وعندها ثقافه كرويه. لما انت تلعب اربع مباريات في مثلا عدد ايام قليل، ده حمل على اللعيبه، بيبقى حمل كبير جدا جدا سواء بدني او ذهني. وانت بتيجي وبتسافر بتلعب بره، بتيجي تلعب هنا، وفي ضغوطات على اللعيبه زي ما قلت لحضرتك. الضغوطات انت ما فيش جماهير في الملعب، بس جماهير النادي الاهلي كبيره بالظبط، وزي ما انت شايف التواصل الاجتماعي لازم تكسب ولازم تأدي اداء كويس. اللعيب بينزل تركيزه يعني برضو الله يكون في عون لعيبه النادي الاهلي ان هم عدوا المرحله اللي فاتت دي، ان هم ايجابيه بالنسبه لتجميع النقاط. وحته الاداء في مباراه عملوها كويسه جدا، في مباراه متوسطه، بس المجمل يعتبر نجحوا فيها. واكيد لعيبه النادي الاهلي مروا بضغوط كبيره خلال المرحله اللي فاتت، بس في نفس الوقت وحضرتك طبعا متواجد في اداره مهمه جدا في النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي دايما بيبقى ليه مقومات خاصه، زي ايه مثلا؟ مقومات النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، لعيب النادي الاهلي لعيب بطوله، لعيب في الملعب اول حاجه المستوى الفني يكون عالي جدا، قوي، ذهنه حاضر، تركيزه عالي جدا جدا، لانه عارف قيمه النادي الاهلي. لان في الضغوطات دي لو مش لعيبه النادي الاهلي عندهم الخبرات اللي تؤهلهم مش هيلعبوا في النادي الاهلي بالظبط. فالحمد لله كل المتواجدين، حتى اديك مثال بسيط، لما الشناوي غاب ورجع شريف اكرام بالظبط، الحمد لله مفيش اي فرق جدا طبعا. شريف اكرام رجع يعني بحاله بالزبط. فنيه عاليه وما شاء الله الماتشات اللي عملها فوق الممتاز رغم ان بعد على المباريات، فده عنده ومر مرحله صعبه، عنده روح البطوله عنده روح البطوله، عنده ذهنيا مركز قوي، عارف بينزل في مسؤوليه عليه كبيره هو جدير بيها. فلعيبه النادي الاهلي فيهم صفات اللي هي تبقى هم يفرقوا عن اي لعيبه تانية، ودي بيطلعوا في الوقت الشده. لما تيجي تبص لا عندهم كل المقاومات وعندهم خبرات كبيره جدا جدا، وعشان كده لعيبه الاهلي بتظهر في الوقت اللي هو الحرج زي ما بيقولوا. فما فيش خوف ان شاء الله الفتره اللي جايه، اي حد يكون متواجد كل الصفات موجوده في لعيبه النادي الاهلي. ابرز اللاعبين اللي لفتوا نظرك خلال المرحله الصعبه الماضيه في النادي الاهلي مين؟ انا فرحان جدا وسعيد جدا 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 بوجود احمد الشيخ، خد فرصه كويسه جدا وتالق، بوجود ناصر بالظبط، ناصر ماهر، لان دول من اهم المكاسب الفتره اللي فاتت، ودي تتحسب للناس المتواجده في الكوره ان هم يرجعوهم للحاله بتاعتهم وتركيز عالي جدا جدا، لان ممكن لعيب يسقط منك بالزبط. مفيش حد مثلا يحتضنه، يكون مثلا حد من الجهاز الفني او حد مسؤول عن الكوره، ان تعالى تقعد معاه شوف انت ايه اللي مخليك بعيد عن المستوى، اللي الثقه هربت منك ليه. فالفتره اللي فاتت انا شفت حاجات على الارض الواقع، كريم ندفت كريم في احسن حالاته، اكتشاف جديد في ناحيه الهاف باك اليمين، والولد عنده مقاومات الملعب كمان. عنده مقاومات على فكره، هو كان في المنتخب كان عالي جدا جدا في نص الملعب، بس في فتره لما اللعيب بيبعد عن المباريات غصب عنه بيقل شويه. هو مركز الاساسي بالنسبه لكريم ندفت ايه؟ كريم مركزه كان في المنتخب نص ملعب مميز جدا جدا، ولما كان في دجله، بس كون ان الناس في نادي الاهلي يلعبوا ناحيه اليمين ويسد الثغره دي بالظبط ويعدي فيها بشكل كويس بصراحه. الكابتن احمد فتحي ربنا يشفيه ويرجع ان شاء الله لحالته، تمام، انت كسبت مكاسب كبيره، عوده شريف اكرامي، عوده حميده زي ما بيقولوا يعني بالزبط. حاجه مميزه جدا برده مع باقي اللعيبه عشان ما انساش حد، بس دول ابرز العناصر الواحد فرحان جدا لان دول من اعمده برده الاساسيه. عوده مروان للتهديف والثقه ترجع له ويركز لان مروان فرد كويس جدا، لو هو بيركز سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي، بس الثقه بتزيد اكتر كل ما بيسجل، تمام. والنادي الاهلي جماهير كبيره معلقه عليه امال لان فرد النادي الاهلي بالظبط، يعني منتخب مصر كمان فرد النادي الاهلي زي مثلا لما كان موجود متعب يعني طبعاً. لما قبل ما مثلا يمشي من النادي الاهلي او الناس اللي لعبت حسام حسن، الناس اللي لعبت دي الفرود ده بيبقى تقيل جدا جدا. محمد رمضان فراوده فرود النادي الاهلي بيبقى تقيل جدا ويكسبك في اي وقت لان الناس كلها حاطه عليه امل كبير. فانا بتمنى لمروان التوفيق لان مركز حساس. فطبعا دي 3 4 5 لعيبه ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك الفتره الجايه، حتى بقيه اللعيبه اللي في ملعب وليد سليمان طبعا لا غبار عليه يعني من الفتره اللي فاتت كان مميز جدا في النادي الاهلي طبعا، وبقيه اللعيبه كلها كل الناس اللي موجوده ان شاء الله نتمنى، بس دول عشان كانوا بارزين وكانوا بعيد، انما الموجودين اصلا متالقين من الاول بالظبط، حاجه تفرح. كريم وناصر والشيخ وناصر بالزبط. وشريف، فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله يعلو اكتر من كده وتبقى مكاسب
ايجابيه لفرقه الكوره النادي الاهلي. هو المؤكد ان شاء الله الفتره الجايه النادي الاهلي هيكون عنده قائمه قويه جدا 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 من اللاعبين اللي ان شاء الله هيكونوا اضافه بالنسبه للفريق، سواء المتواجدين او الصفقات الجديده او المصابين اللي هيعودوا. فباذن الله النادي الاهلي هيمر بظروف افضل وافضل من كده بكتير ان شاء الله. عايز اتكلم بالتحديد عن كابتن محمد يوسف واللي قام بدوره على اكمل وجه، سواء كان راجل مدرب عام في جهاز مستر باتريس كارتيرون لما طلب منه ان هو يكون مدير فني، الراجل ادى بشكل جيد جدا، يرجع تاني لمدرب عام في جهاز مستر لاسارتي، ودي سمة مهمة جدا من سمات أبناء النادي الأهلي إن هم في أي دور بيأدوا بالشكل المطلوب. طبعا محمد يوسف أدى دوره على أكمل وجه، سواء قبل كده لما كان مدير فني وجاب بطولة للنادي الأهلي، بطولة أفريقية بالزبط. سواء كان مدرب بطولة للنادي الأهلي بصراحة دي تتحسب له، سواء مدرب لما كان ماسك قبل كده مع الكابتن حسام بدري، سواء موجود لوحده على رأس الجهاز الفني، دلوقتي هيتحط في كاست جديد، هيتحط إن هو مدرب مع المدرب الأجنبي، ووجوده هيبقى برضه اضافه للجهاز الفني الجديد، عنده خبرات بيقدر يوصل معلومه كويسه جدا جدا للمدير الفني الاجنبي. يحصل لا قدر الله اي حاجه، محمد يوسف موجود. وبعدين اي حد من ابناء النادي الاهلي بيتواجد في اي منصب او اي مكان يطلب منه فيه كلهم بيبقوا مخلصين جدا. اي مكان في النادي، داخل النادي من اول تحت لحد اعلى حاجه في النادي، هم كلهم حاسين بالمسؤوليه، بيكون قادرين ان هم يكونوا متواجدين. فيوسف يملك من الخبرات اللي هي عاشها في النادي الاهلي، سواء مدير فني او مدرب عام، خبرات كبيره جدا جدا جدا. انا شايف ان هيبقى اضافه للمدير الفني الاجنبي، وان شاء الله بتبقى توليفه كويسه الفتره اللي جايه، ويحققوا انجازات للنادي الاهلي بوجوده مدرب عام. طبعا. وانا شايف ان هي ما تفرقش لان ده النادي الاهلي، لا ما تفرقش طالما انا المدير الفني بياخد رايي برضه في تقارب، ويوسف من الناس اللي بيحبوا النادي الاهلي جدا جدا بالزبط. عمره ما يبخل باي معلومه او اي حاجه ان ينجح الراجل الاجنبي بدليل انه موجود في الجهاز الفني بالزبط. يعني اختيار موفق جدا جدا ان هو ان بقى موجود مع الجهاز الجديد، يملك من خبرات كبيره، وانا بحييه على يعني طبعا استمراره كان مهم في الجهاز الجديد. اكيد اكيد، اصل ما ينفعش انت حضرتك. وبعدين انا بحيي مجلس الاداره يعني في اي جزئيه بقى بالظبط، بحيي مجلس الاداره جدا جدا. ما ينفعش اي مدير فني اجنبي يخش كده مثلا على اي نادي يروح جايب الكاست اللي معاه كله من بره. من بره صح. انا شايف بصراحه، لان انت هتجيب كوادر امتى؟ يعني انت عندك في الوقت في النادي الاهلي يعني الناس اللي موجوده في النادي سواء في قطاع الناشئين هي كوادر اكتر ولا المام بالامور الخاصه بالفريق؟ يعني مهم جدا ان انت يكون عندك ناس وطنيين او اهلاويه بالتحديد في الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي، يكونوا ده سببهم ان هو يكون موجودين كوادر جديده بالنسبه للفريق، ولا يكون اضافه بالنسبه للفريق بشكل عام؟ هو اضافه، اكيد هو اضافه لان هو قرار طلع ان يكون موجود. حته كوادر برضه عشان اشرحها لحضرتك، ان النادي الاهلي فيه مدربين كتير يعني مثلا في قطاع الناشئين مثلا المدربين اللي موجودين دول لو ما كانش واحد فيهم يشتغل مع المدير الفني الاجنبي، امتى هتعتمد على ابن النادي ان ياخد خبرات بالزبط. زي ما انت اهلت يوسف لما كان موجود على ما اعتقد مع الكابتن حسام وحضر جوزيه شويه طبعا. كان لسه رجل ثالث تدرج لحد ما مسك منصب مدير فني. الاجنبي جاي لان الموقف الاهلي بيبقى صعب شويه في حاجه، مش هيبقى على طول تجيب واحد مثلا من تحت الطلاعه تمسكه على طول صح. ما ينفعش صح. الاهلي مطالب ببطولات، مطالب بخبرات، مطالب بشكل جمالي، اداء في الملعب، خططي، حاجات عاليه جديده للنادي الاهلي تضيف له. من النادي الاهلي بياخد بطولات كتير، بس عايزين نشوف شكل النادي الاهلي، طرق حديثه، الطرق اللي بيخش الفكر بتاع المدرب الاجنبي ينفذها في النادي الاهلي. لازم يكون في حد في الجهاز الفني يكون مع مصر، يكون برضو جهاز مجلس الاداره مرشح واحد كفاءه، مش كوادر يعني يحط واحد يكون ملم بالظروف بشكل أيوة كبير في النادي يعني. ايوه، فدي من اهم القرارات ان انت تجيب مدرب مصري يكون يشتغل مع الاجنبي وبرضه ذو كفاءة زي محمد يوسف أو غيره بالزبط. لأن الدنيا ما بتقفش مثلا على واحد، ممكن حد يجي تاني، حد يروح حد يجي، بس لازم يكون في الجهاز الفني حد معاونين مصريين. لأن الأجنبي لا قدر الله في أي دول العالم حتى في المنتخبات بيحصل أي ضرب بيروح واخد الجهاز الفني ومشي. على ما تيجي أنت حد يجي ويتأقلم شوف الدنيا ماشية إزاي بتاخد وقت كبير طبعا. إنما المصري هيبقى موجود معاه، انت حتى تعرف يبقى في تتناقش معاه، يبقى في ود، في مرونه معاه تكتيكيه. نتكلم في حاجه، كالديرون لما جه النادي الاهلي، كالديرون لما جه النادي الاهلي كان يلعب بطريقه غير النادي الاهلي كان بيلعب بيها. جرب كان يلعب 4-4-2 زي ما كان بيلعب في دجله او بيلعب في اي فرقه مع مازيمبي او الناس دي. حصل سن هزه في اداء النادي الاهلي برضو. الحمد لله يوسف والناس اتكلموا معاه ان رجع للطريقه بتاعه النادي الاهلي، فسيبت عليها
اللي هي اللعيبه متعوده عليها. طب هل الطريقه 4-2-3-1؟ طيب هل الطريقه دي كانت مناسبه بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره دي؟ ال 4-4-2 لا على الطريقه اللي رجع بيها مستر باتريك كاترون اللي لعب بيها اللي هي 4-2-3-1. طبعا الناس الاهلي اللي على طول بس النادي الاهلي ما وصلش اللي هو عايزه بالطريقه دي. ما وصلش اللي هو عايزه ازاي؟ يعني خلينا اقول لك ان مع الكابتن حسام البدري الاهلي كان بيلعب بنفس الطريقه 4-4-2-3-1. لما جه مستر باتريس كارترون الناس كتير توقعت ان الطريقه هتتغير والراجل هيكون فكره مختلف، ممكن الظروف ما تكونش ساعدته ان هو ينفذ الطريقه بتاعته، لكن في نفس الوقت لعب ب 4-2-3-1 والنادي الاهلي ما قدرش ان هو ينجح بالطريقه دي برضه. مع كالترون؟ مع كالترون. مع كابتن مع كالترون لعب بس برضه خليته دخل في دوري المجموعات لان احنا كان عندنا هزه الموسم ده لما الماتشين حصل دروب فالمدرب الاجنبي يجي بعد كده دخلنا دوري المجموعات ولعبنا نفس الطريقه. هي الطريقه مناسبه وطريقه العالم كله بيلعب بيها لكن الأهلي. انت ممكن الظروف اللي انت مريت بيها ما ساعدتكش يعني ما ممكن برضو ايه ما انت ممكن في وسط الطريقه في وسط الاداء بتاعك واداء لعيبتك يحصل هزه في النتائج عدم توفيق انت ما وصلتش للهدف اللي انت مرجو منه ان انت تحقق بطوله، بس الطريقه مناسبه ومتفصله لعيبه النادي الاهلي. يعني انت طول عمرك الثلاثه اللي تحت المهاجمين من ايام ابو تريكه وبركات لما كان فيلافيو او عماد متعب ان الطريقه كانت ناجحه جدا، جت بعد كده نجحت بوجود اجاييه بوجود عبد الله السعيد وبوجود وليد سليمان. وليد سليمان نفس الطريقه مشينا معاه وعزاره راس حربه ثابت. نص الملعب الاثنين اللي بيلعبوا على طول حسام عاشور يا ربنا يطول عمره يعني ويبعد عنه الاصابات في الملاعب وعمرو السوليه بيأدي وعمرو السوليه الاثنين دول يشيلوا النادي الاهلي. اي حد يخش غيرهم برده نفس الكفاءه في نفس الطريقه. الاربعه اللي ورا كانت معروفين اللي هم بيلعبوا على طول احمد فتحي وكان سعد سمير وسعد نجيب ما الاثنين اللي في القلب ودخل ايمن اشرف وعلي معلول لما كان بيلعب والفرقه كانت ماشيه بتأدي اداء جيد جدا والفريق منظم. الطريقه اللي تناسبك هتلعب بيها، بس انا بقول لك المدرب اللي كان موجود المدير الاجنبي كالترون لعب 4-4-2 ما توفقش في الاول ما 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 مشيتش مع النادي زي ما احنا اللعيبه او النتائج مثلا ممكن ما تساعدكش، راح قالب على طول. لما قالب مشي كويس جدا وبرده الراجل ما فشلش في مهمته، بس لو كان خد البطوله الافريقيه كنا نقول ده الراجل نجح بدرجه امتياز. صح ولا غلط؟ طبعا بمناسبه الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي وخصوصا في ظل تواجد مدير فني جديد ان شاء الله هيتولى المسؤوليه خلال الايام وهو مستر لاسارتي، هل الافضل ان هو يبتدي بطريقته هو على طول ولا ياخد وقته واحده واحده لغايه لما ياخد على اللاعبين ويعرف امكانياتهم بشكل كامل وبعد كده ينفذ الفكر الخاص بيه؟ هو طبعا دي عشان ممكن خلي بالك يكون في استعجال شويه من جمهور النادي الاهلي ان الفريق يؤدي بالشكل الجيد جدا وتوقعاته تكون عاليه جدا، لكن اكيد الفريق هيكون محتاج وقت. هو بوجود محمد يوسف الجهاز الفني انا مطمئن سواء لاي طريقه يلعب بيها او طريقه الاهلي المعتاده اللي بيلعب بيها 4-2-3-1. تمام. الراجل مدرب كبير وعنده خبرات كبيره صعب جدا يجي على طول كده يشقلب الدنيا يعني. وهو متابع ودارس النادي الاهلي جيد جدا وشاف مباريات كتير وشاف الافراد او العناصر اللي هيشتغل بيها جوه النادي، بعد التدعيمات هيقف على التشكيل المناسب للنادي الاهلي حسب طريقته وهو وحسب المرونه بتاعته التكتيكيه هيأدي بالفكر بتاعه. بس لازم طبعا نصبر عليه، اهم حاجه دلوقتي عندنا ان الفريق يكتمل والاصابات ان شاء الله الناس ترجع وان شاء الله نشوف النادي الاهلي في حاله ممتازه جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله يا رب باذن الله. كيف ترى تواجد يعني شخصيه مهمه جدا في جهاز الفني النادي الاهلي وتحديد كابتن سعد عبد الحفيظ كمدير كره، اهميه تواجده في الفتره الحاليه؟ هو كابتن سعد طبعا شهادتي فيه مجروحه لان الفتره اللي جت اللي فاتت الحمد لله بيأدي دوره كويس جدا جدا وزي يعني الحمد لله ان الفريق الفتره اللي فاتت بيكسب وصعد من دور 32 لدوري المجموعات وشايف ان حاله في حاله استقرار في الجهاز الفني كله ودي تحسب للمنظومه كلها فحاجه كويسه جدا يعني. طيب نخش على المباريات الداخليه، شايف المباراه دي ازاي والصعوبه اللي ممكن يكون بيواجهها النادي الاهلي خلال الفتره دي بسبب ضغط المباريات، المباريات الداخليه اهميتها شايفها ازاي؟ طبعا مباراه مهمه جدا بعد الاهلي ما تخطى دخل دوري المجموعات ورجع على الدوري تم المحلي ملف الافريقي مؤقتا ورجع على الدوري المحلي برده ما هو راجع الحمد لله كسبان معنويا يعني معنوياته مرتفعه جدا، في بعض الاصابات ان شاء الله ترجع للفريق دي هتدي دعم قوي وتدي باور لفرقه النادي الاهلي. مباراه داخليه مهمه جدا جدا لتاكيد تفوق النادي الاهلي الفتره الاخيره في حصد النقاط
فريق الداخليه فريق برضو قوي وعنيد بس الاهلي قادر. مبارياته دايما المباريات بالنسبه للنادي الاهلي مع الداخليه دايما بتبقى صعبه. بتبقى صعبه لان مدرب الداخليه عارف النادي الاهلي. عبد العال طبعا مدرب قدير يعني. وعارف قيمه وحجم النادي الاهلي فاي فرقه بتلعب النادي الاهلي بيستعدوا استعداد جيد جدا لما يلعبوا مع فرقه ثانيه بتلاقي الموضوع عادي. يعني انما الاهلي بيبقى فيه شده وفيه تركيز واللي مصاب بيرجع واللي مش عارف ايه. فالاهلي طبعا قادر باذن الله يتخطى المباراه دي بعوده ان شاء الله باذن الله يكون كابتن احمد فتحي رجع كابتن علي معلول كل الناس اللي مش متواجده الفتره اللي فاتت هتكون اضافه للفتره الجايه. المكسب بيجيب مكسب. بتمنى من الله ان شاء الله ان احنا نفوز على الداخليه نكمل المسيره بتاعه التفوق لان انت عارف حضرتك امير لما باذن الله يكون في مكسب نكسب المؤجلات الفرق هيبقى بسيط جدا جدا بين المنافس. يعني ان شاء الله لو كسبنا كل المؤجلات ان شاء الله باذن الله باذن الله هيبقى فرق 3 بونت. والاهلي معودنا لما بيجي من بعيد بيجي بقوه بالظبط. بس بتمنى من الله الاصابات تبعد عن لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله والاستقرار يعم على الجهاز الفني وعلى الناس المتواجده وان شاء الله باذن الله يكون في اداء جيد الفتره اللي جايه وان شاء الله نكسب المباريات اللي جايه باذن الله. مستر لوسارتي هيرجع يوم 27 ومباراه الاهلي والداخليه يوم 29. هل هيلحق ان هو يعني يكون القائد للنادي الاهلي في هذه المباراه ولا هيبقى يعني هو المتولي المسؤوليه بشكل كامل بدايه من مباراه بيراميدز يوم 4؟ هو لو موجود لو جه ان شاء الله يجي بسلامه ان شاء الله. حتى لو موجود على البنك يعني بره مع الاحتياطي كابتن يوسف يعتبر هو اللي كان بيدير الفتره اللي فاتت اكيد ممكن يدير المباراه دي او لو هو متواجد عشان الوقت اكيد او هو لو متواجد هتبقى اضافه طبعا وجوده مهم جدا في المرحله اللي جايه وزي ما انت حضرتك عارف مدرب ذو خبرات كبيره وسي في مميز جدا بتمنى من الله يكون اضافه الفتره اللي جايه باذن الله يكون موجود على البنك اول ماتش ده لو بره من مباراه بيراميدز دي انا ما اعرفش طبعا ده الحاجات دي ترجع للجهاز الفني طبعا اكيد هم ادرى يعني انا بعيد برضو عن الموضوع ده يعني احنا بنتكلم كمتابعين للمشهد على فكره متابعين بتمنى يعني مش ان حضرتك مسؤول في النادي احنا بنتكلم كمتابعين للمشهد لا انا مسؤول انا مسؤول في اداره فنيه تمام لاكتشاف الموهوبين اوكي اللي الشغل بتاع الدرجه الاولى انا بعيد بكل البعد عنه اكيد احنا بنتكلم بقى كمتابعين كمشاهد انا بقى كمتابع بتمنى لهم التوفيق باذن الله وكله يبقى فيه استقرار سواء في الجهاز الفني او في اللعيبه. طيب عايز اتكلم عن ضغط المباريات بالنسبه للنادي الاهلي الموسم ده شايف ان ده هياثر على الفريق في فترات بعيده مقبله بشكل او باخر؟ هو ضغط المباريات ياثر طبعا لما يكون في اصابات النادي الاهلي المفروض ال 25 او ال 30 لعيب كلهم مؤهلين ان هم يلعبوا في اي وقت في اي مكان مفيش اي مشكله بس ضغوطات المباراه لما انت يكون في حمل كتير وعدد ايام قليل بيأثر على اللعيب بيبقى حمل زايد عليهم ولو العدد كبير بتاع اللعيبه ممكن ما يأثرش يبقى في عمليه روتيشن يعني تغيير وبتجيب هنا تحط هنا بتاع دي بتدي مرونه للمدرب بس لما يكون في عناصر مؤثره جدا ومميزه واساسيه زي مراكز معينه من اول راس الحربه او الديفندر او قلب الدفاع دي تاثر عليك لما يكون في ضغط كتير وحد من دول انت مش متواجد معاك. فان شاء الله ضغط المباراه ده لو ما فيش اصابات ما يتاثرش بيه النادي الاهلي لان عندهم خبرات وبيمروا بضغوطات مباريات كتير على مدار السنين الاهلي بيخش بالظبط بيبقى مطالب منه يخش في 3 4 بطولات الاهلي مؤهل يخش في كل البطولات وزي ما جمهورنا اتعود للنادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي او المسؤول عن النادي الاهلي ان نجيب لهم بطولات. فطبعا في توفيق وعدم توفيق بس المهم ان انت تكون على مستوى الحدث وبتكمل رغم ضغوطات المباريات ورغم الضغوطات اللي عليك بس الحمد لله الاهلي بيبقى قادر ان يتخطى الحد دي كلها ويوصل لاهم المراحل النهائيه. هل شيء طبيعي ان فريق في موسم واحد يلعب بتاع حوالي 4 5 بطولات؟ يعني الاهلي كان بيلعب الفتره اللي فاتت بطوله دوري ابطال افريقيا البطوله العربيه او كاس زايد كاس مصر بطوله الدوري كلهم في وقت قريب جدا من بعض. هل ده شيء صحي للكره المصريه خلال الفتره الحاليه او الفترات المقبله لو استمر يعني الوضع ده؟ هو بس حضرتك هو ممكن يكون ايجابي لبعض الفرق وسلبي لبعض الفرق. ازاي الناس الايجابي الفرق اللي عندها عندها لعيبه يعني كسره لعيبه كويسين وعلى المستوى البطولات اللي هم بيشاركوا فيها انما في فرق تانية بتبقى المستوى اللعيبه اقل من الناس اللي مشتركه دي فتاثر عليهم المباريات دي كلها وضغط المباريات بس ضغط المباريات دي ما احنا برده لازم نطلع من التوب اللي احنا كنا لابسينه زمان ان احنا نتاثر وفي ضغوطات لا احنا بص في اوروبا بيلعبوا كل 3 ايام ماتش
دوري الابطال كاس اوروبا بطوله اوروبا يعني في كل دكتور عندهم البوكسنج داي هيبتدي بكره مباراه بكره ومباراه يوم الاحد ومباراه يعني مباراه في حضرتك في استحقاقات سواء في اوروبا كتير فاحنا ابتدينا يعني الحمد لله احنا عندنا دلوقتي محترفين بره كتير اللعيبه المصريين لازم يخشوا في الحته دي يبقى عندنا قوه تحمل المباريات استعداد جيد جدا جدا ولازم بقى ان ما نبقاش احنا نفضل زي زمان تلعب بطوله او بطولتين وتقع لا تشترك في ثلاثه واربعه وخمسه حتى لو في ضغط المباريات ما انت بتجيب لعيبه كويسه بتجيب جهاز فني كويس في بعض الاوقات هتتاثر بس مش هتاثر كتير وبتدي تديك باور للعيبه والانديه المصريه ان احنا نوصل برضو نقرب من الناس اللي بره يعني انت مره كان حد يسالني قال لي ايه في التصنيف يا كابتن احنا وصلنا لغايه فين لو هم 90% احنا مثلا 50 طب احنا ليه ما نوصلش 60 70 80 نقرب من الناس دي لان احنا عندنا زي صلاح دلوقتي بيلعب في اوروبا انت حضرتك طب ايه الخطوات التي يجب ان تؤخذ عشان نوصل للمراحل دي الخطوات الاستعداد تبقى جيده جدا فترات الاعداد تبقى قويه معسكرات خارجيه الناس يبقى في امكانيات برضو عشان انت تؤهل اللعيبه ويبقى وتجيب برضو لعيبه مميزين كل دي محتاجه امكانيات عشان نوصل ونجهز الناس دي لما يكون في ضغوطات عليهم ويشتركوا في اكتر من بطوله يبقى انت مهيئهم ومجهزهم كويس جدا جدا ما يتاثروش فدي محتاجه مسانده ومحتاجه دعم سواء من الدوله سواء من الانديه الكبيره بس برضو بترجع للامكانيات الماديه في المقام الاول ان انت توفر عندك اجهزه فنيه كويسه تجيب لعيبه مميزين الاستعدادات معسكرات خارجيه فترات الاعداد تبقى قويه جدا مثلا في اوروبا الاحتكاكات المباريات الوديه في الاول كل دي بتوصل لاعلى مراحل بعد كده انت بتقرب للناس بقى بره زيك زي اللي في اوروبا اديتك مثل بصلاح بيلعب في ليفربول او لما كان بيلعب في توتنهام او لو لعب في روما انت ما تحسش ان هو اقل من اللعيبه ده بالعكس تفوق على الناس كتير في اوروبا طب ليه ما يبقاش عندنا صلاح تاني وتالت ورابع يا ريت يا ريت الاستعداد الجيد الناس برده عيونها كويسه نكتشف وان شاء الله في مواهب في مصر في لعيبه بس هي بتختلف ان في ناس عندها استقرار في حياتها توصل للهدف المرجو منها في ناس بتبقى كويسه جدا جدا بس ما يمشوش على السكه الصح بتلاقيه بقى طموحه بيبقى محدود عندنا لعيبه كتير جدا جدا يلعبوا في اوروبا وبيلعبوا في احسن الانديه في يعني عندك انا مش عايز اقول امثله بدل ما تقول مثلا حد ان تقول على واحد يفكر ان احنا بنهاجم حد لا عندنا لعيبه كتيره جدا جدا وبأخص في النادي الاهلي يلعبوا في اي حته في اوروبا شويه التزام شويه تركيز ان شاء الله باذن الله هنقرب من الكره العالميه يبقى عندنا امكانيات عاليه طيب تعالى نشوف ذكريات مفاجاه ليك كده في الملاعب لينا؟ طبعا تعالى نروح نشوف الذكريات دي بالنسبه للكابتن صديق الجمال ونرجع مره ثانيه ده الحريق اللي معاك الكوره ده الاهلي والسويس في السويس ده قبل الدوري العام بخمس ايام بعد كانت امتى المباراه دي؟ كانت امتى المباراه دي؟ دي 88 89 كان بيننا وبين الزمالك نقطه تمام. لو لا قدر الله حصل الزمالك كان متقدم نقطه لا ولا احنا كنا الحمد لله على طول تمام بص ده جمال عبد الحميد اللي انا عديت منه ده خالد جلال وهشام يكن بص حضرتك كسبت كنت رقم كام يا كابتن 15 15 بس بص السرعه بقى بس كنت رفيع بقى يا كابتن بص طب انت لسه رفيع ده على ممكن ترجع تلعب تاني بس دي نص الملعب مركزك الاساسي كان ايه يا كابتن نص الملعب ناحيه الشمال فالماتش ده كسبناه كابتن ده ماتش السويس بقينا احنا ايه 51 52 الزمالك تمام نكسب الزمالك ناخد دوري نتعادل ناخد دوري تمام الحمد لله كسبناهم كام بجون علاء ميهوب كان كام كسبت 1-0 علاء ميهوب اللي جاب الجون خدنا بيه بطوله الدوري العام المباريات اللي انت ما تنساهاش في مسيرتك مع النادي الاهلي ايه ابرز المباريات لا ابرز المباريات اللي الواحد بيتشرف هما في السي دي بتاعي يعني احنا على الهوا اللي في السي دي بتاعي ثلاث مباريات اهلي وزمالك ورا بعض كسبنا 2-1 ثلاث مباريات اهلي وزمالك ورا بعض كان فيهم ماتش مؤجل الدور الاول ادناه قبل الدور الثاني حوالي 10 ايام 15 يوم تمام وبعدين لعبنا كاس مصر كاس مصر تمام كسبنا في كاس مصر 2-1 بتاع الكابتن طارق ابو زيد والكابتن ربيع ياسين كان بالليل لعبنا كسرطاي تمام وماتش 1-0 علاء ميهوب ده خدنا بيه البطوله برده في ماتش 0-0 الدور الاول عملت الثلاثه عملتهم الحمد لله بس احسن مباراه ليا اللي حضرتك شايفها دي 1-0 ومباراه 0 دي اهلي وزمالك مباراه 2-1 كنت كويس بس مش بالمستوى العالي
بتاع دي. واضح ان انت حضرتك كنت بتمتلك السرعه يعني والمهاره كمان ما شاء الله في نفس الوقت. وكان في المقاولين 5-1 من المباراه اللي انا بفتخر بيها لان لعبت ثلاث مراكز في المباراه. ثلاث مراكز؟ ايه هم بقى؟ مستر فايتسا لعبني ناحيه اليمين وناحيه الشمال والماتش شغال. ولعبت في نص الملعب شويه جنب بدر كده. كان في فترات يعني حد مثلا اتصاب ارجع هنا اقول له حاضر. فالحمد لله الماتش ده كنت بتأدي في اي مكان. 1-0 وبعدين هاني رمزي جاب التعادل. كان هم جابوا علاء نبيل. تمام. 1-1 وبعدين اديناهم 4 تجوان بعديها. كان مباراه جميله جدا. بس يا كابتن يعني ذكريات حلوه. المدربين اللي اثروا في مسيرتك او اللي يعني اللي اثروا فيك فنيا بشكل كبير مين؟ او واحد اثر فيا بس هو ما دربنيش. مين هو؟ كابتن انور سلامه. يعني بوجاله التحيه والتقدير لانه برضه كان سبب رئيسي ان هو جابني النادي الاهلي. طبعا مستر فايتسا اكتشفني. تمام. لان انا مفاجاه ليك، انا كنت بلعب مهاجم. مهاجم اصلا في الناشئين. وجاي النادي، لا مش ناشئين، جاي النادي الاهلي مهاجم. يعني. كنت انا في نادي البلاستيك. تمام. فلما جيت هنا حضرتك المكان زحمه. وكابتن امير اللي لعب في النادي الاهلي يبقى من السعداء. طبعا. حتى لو لعبت 5 دقايق. لان بفضل الله لعبت كتير الحمد لله. فمستر فايتس كان عندنا ماتش مع المنيا اول مباراه ليا. فقال للكابتن مصطفى يونس كابتن حمار قول للصديق جمال ان يلعب ناحيه الشمال يؤدي يعني ان شاء الله. فسالني الكابتن مصطفى والكابتن ماهر رحمه الله عليه احمد ماهر طبعا. قلت له العب اي حاجه ما عدا الجول. انا شايف 11 واحد في النادي الاهلي اللي يعدي من جنبيهم كده يبقى فرحان. طبعا. لما اقول لك الاسامي يعني بس بخاف الواحد ينسى حد مثلا، واخد بالك؟ كلهم كباتن كبار من اول. مين مثلا؟ كابتن اكرامي، كابتن ثابت، وكابتن شوبير، يعني كابتن طاهر ابو زيد، كابتن علاء ميهوب، كابتن محمود صالح، كابتن حسام، وكابتن ابراهيم طبعا، كابتن هاني رمزي. طالما قلت كابتن احتراما لازم اقول كله كباتن. أكيد. رغم فرق السن بيني وبين ناس صغيرين. كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن عمرو انور، كابتن عبد الجيلي، كابتن علاء عبد الصادق. اسامي كلها كبيره بصراحه. فريق يا كابتن اللي يعدي من جنبيهم يفرح. أكيد. تخيل لما انا اجي اتحط اساسي وبفضل الله ما قعدتش ولا ماتش احتياطي مع مستر فايتس. بس بعد كده بقى لما مشي جه كابتن سايس لعبت حوالي 7 مباريات وجه الدوري اتلغى. كابتن جوهري كان الله يرحمه كاس العالم. عشان كاس العالم. وانا كان جالي اصابه برضو في رجلي. فانا سعيد جدا. عباره عن ايه الاصابه؟ كان جالي في العضله الاماميه. جالي قطع فيها. قطع. فطبعا انا سعيد جدا ان انا اسمي بينتمي للنادي الاهلي، او ان انا بس اتحط في السي في بتاعي لاعب النادي الاهلي. ده شرف ليا ولاي حد. اكيد طبعا. أكيد. فطبعا دي حاجه انا بعتز بيها وفادتني كتير جدا في حياتي، وهي سبب الحمد لله اللي انا فيه. الحمد لله. الحمد لله. التوفيق دايما يا كابتن في اي خطوه انت بتاخدها ان شاء الله. ويعني جمهور النادي الاهلي اكيد كله ثقه في اي حد بيتولى المسؤوليه داخل النادي الاهلي ان هو هيأديها باكمل. وانا بعتذر لو كنت نسيت حد من الزملاء. لا طبعا ده شيء وارد يعني عادي. واحد مفيش مشكله. طيب خلينا نكمل كلامنا عن النادي الاهلي المرحله المقبله. متوقع بصمه مستر لاسارتي الايجابيه تبان بعد قد ايه؟ هي بصمه المدير الفني لما بيجي يستلم اي فريق او حتى اي منتخب اقل حاجه يقول لك ايه، انا عايز 3-4 مباريات، 5 مباريات، 6 مباريات، 7 مباريات. بس في ظروف ما بتبقاش متاحه ان انا اديله افانتاج ان استنى عليه. ان اديله فرصه. لان انا عايز بطولات. تمام. وانا جاي عشان يبقى فيه انجازات والمسافه قصيره. بس لما نيجي نتكلم كتقييم اكيد هنستنى عليه كاداء. 3-4 مباريات، 5 مباريات، 6 مباريات، عشان يحط الطريقه المناسبه اللي هو عايز يلعب بيها. بس انا لو هو لعب بنفس السيستم بتاع النادي الاهلي ان شاء الله مش هياخد فتره كبيره. لان اللعيبه هتساعده برضو، عندنا خامات كويسه جدا جدا هتدي له باور ان هو ما يعني ينطلق مع النادي الاهلي ويثبت وجوده ويثبت الشكل اللي هو جاي يحطه اضافه للنادي الاهلي. النادي الاهلي كبير طول عمره، بس اللي بيجي بيبقى اضافه ان هو يطلع المجهود او يطلع الامكانيات اللي عنده تبقى اضافه للناس اللي موجوده وشكل النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. فلما يقع عليه الاختيار اكيد هو هيجتهد جدا. انا كمشجع اهلاوي اكيد هصبر عليه، مش اول ماتش او ثاني ماتش او ثالث ماتش. بس بعض الجماهير عايزه الفوز على طول طبعا والمكسب، وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق حليفه، يكون الفريق يكسب الناتج بتاعه المردود اللي هو الشكل الجمالي هيبان بعد فتره. انما مش هيبان اول مباراه او ثاني مباراه. يعني فانا الحمد لله ان اللعيبه والتدعيمات هتفرق معايا بالظبط.
فما نحكمش عليه على طول. جمهور الاهلي جمهور كبير، جمهور عنده ثقافه، في فترات كتير وفي كل على مدار العصور بيقف جنب لعيبه الاهلي وجنب الناس اللي موجوده. فبتمنى على جمهور الاهلي يصبر عليه، هيطلع اللي عنده، ومدرب كبير يعني مدرب محترم. والاهلي عمره ما يجيب حد مش على قد مسؤوليه طبعا النادي طبعاً الاهلي. بتمنى له التوفيق ان شاء الله ويتوفى الفتره اللي جايه وانجازاته تتحقق يزيد على انجازات النادي الاهلي. هل بعض المدربين اللي بيتولوا مسؤوليه النادي الاهلي بيتعرضوا لظلم نوعا ما بسبب الضغوط اللي بتبقى موجوده على النادي الاهلي وحتميه الفوز ويعني قدر كل مدير فني او بيشتغل في النادي الاهلي اي حد بيشتغل في النادي الاهلي انه مطالب دايما بالفوز، هل ده بيعرض بعض المدربين للظلم يعني نسبيا؟ هو مش ظلم بمعنى الظلم، بس دي زي ما بيقولوا ايه ضريبه الشهره. انت ممكن تروح ضريبه التواجد في النادي الاهلي. ما دي ضريبه الشهره، انت جاي في مكان الحمد لله كبير، واي حد بيجي جنبه بيكبر. فده مدرب جاي اكيد هيبقى عليه ضغوطات، هيبقى عليه ضغوطات. انما انا برضو حته المدرب الاجنبي ما تخافش عليه، تمام، لان في حته كويسه جدا جدا غير المدرب المصري. مش بقلل المدرب المصري، كل المدربين المصريين اكفاء عندهم خبرات كبيره ويدربوا منتخبات ويدربوا نجحوا يعني بشكل كل اللي في الدوري الممتاز. يعني كل الناس اللي موجوده شغاله واللي مش شغاله طبعا عندهم خبرات وكفاءات. بس المدرب الاجنبي بيبقى عنده افانتاج في حته كويسه جدا. ايه هي؟ اللي يخليه يفرق على المصري، ما بيبقاش ودنه مع التواصل الاجتماعي مع الاعلام كتير. بالظبط، بيبقى تركيزه كله اجنبي محترف جاي عايز ينجح. فما بيتاثرش كتير. وبرده حته ان ما فيش جماهير تفرق مع المدرب شويه. حضرتك بصراحه اتكلمت في حته حته مهمه جدا، والضغوطات الجديده في العصر الحديث وهي خاصه بمواقع التواصل الاجتماعي والكلام الكتير بيبقى على بعض اللاعبين او المدربين. هل بتنصح اللاعبين والمدربين وبالتحديد في انديه كبيره سواء الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي الانديه الجماهيريه الكبيره ان هم ما يكونوش متابعين بشكل كبير جدا لمواقع التواصل الاجتماعي؟ اللعيبه والمدربين طبعا من في عوامل تبقى مؤثره جدا على اللعيبه دي، بالذات اللي ما عندهمش خبرات. تمام. يتأثر جدا بواحد بيحلل في احد القنوات، طلع قال للراجل ده واقف غلط، ده ما ينفعش يلعب. اللعيب لو ركز مع الناس دي مش هيلعب كوره، مش هيلعب كوره، عمره ما يلعب كوره. انا اركز اما انا دلوقتي في مباريات بتتذاع على طول على قنوات النادي الاهلي وبعض القنوات الخارجيه. بالظبط، اللعيب اللي هو مركز واللعيب الذكي بيروح يتفرج على المباراه، شوف ايه المميزات وايه عيوبه في المباراه، ايه السلبيات وايه الايجابيات، وبيشتغل على نفسه لحد ما يوصل للحاجه اللي هي تبقى خليه فورمه في الطب. انما لو ادى ودنه للناس اللي بتحلل والناس اللي هي بتكتب على التواصل الاجتماعي والناس على النت ويتابع، ذهنه هيتشغل بحاجات عوامل خارجيه اكيد هتاثر عليه. انما الحاجات الايجابيه ياخدها، زي مثلا واحد طب ما هو بيتابع، وارد ان هو يلاقي حاجات ايجابيه، وارد ان هو يلاقي حاجات سلبيه، ومفيش حد يعني الناس كلها بتجتمع عليه او على امكانياته في اي مجال من المجالات يعني. فوارد ان هو يلاقي حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه، هيعرف ازاي يختار الحاجات الايجابيه وهو كده كده عينه هتمر على الحاجات السلبيه؟ فالافضل ان هو ما يتابعش ولا لا؟ ما هو ما يتابعش هيبقى صعب، ممكن ما يتابعش التحليلات، مش لازم يشغل باله بيها، بس يتابع المباراه اللي هو لعبها، ياخد الحاجه اللي فيها الايجابيه ويسيب الحاجه السلبيه. وبعدين تركيزك انت لعيب كوره، ليه الحمد لله الحمد لله النادي الاهلي لما يكون في ظروف بيركزوا وبيرجعوا باذن الله الحاله الطبيعيه بتاعتهم، لان الناس اللي مسؤوله عنهم الجهاز الفني مدير الكوره والناس بيلموا اللعيبه يبعدوهم عن اي حاجه. ما تتكلموش في الاعلام، مالكش دعوه بالتواصل الاجتماعي، ركز في فرقتك دي تفرق. ده جزء كمان من التعامل النفسي. ما هو الحته النفسيه بتبقى مليون في الميه بتبقى في صالح اللعيب، وبالذات لما انت توصل للعيب ده ايه المطلوب منه توصله له. انما لو اللعيب بيشتغل ومش عارف هو عايز ايه من نفسه يبقى مشتت. فحته التواصل الاجتماعي بيأثر بعض الشيء على اللعيبه. فانا بنصح اي لعيب بالذات اللي في الملعب في اي نادي اللي ممكن يتهز شويه شخصيته، ممكن مش قويه قوي ان هم يتحملوا مثلا النقد، يعني نقد النقد. بالظبط، وبالذات اللي هم اللعيبه اللي طالعين جداد، دي نصيحه للناس اللي طالعه. انما اللي عندهم خبرات، واحد عدى 30 29 28 30 عدى المراحل دي كلها بخبرته، خليك في الملعب. بالظبط، يعني الكابتن وليد سليمان ما كانش في المنتخب، كان لازم يروح المنتخب، لعيب كويس جدا جدا كان بيكسب النادي الاهلي. بالظبط، انا بصراحه لما جه اعتذر ده قمه الاحترام والرقي في اختيار القرار، بيرفع الحرج عن الجهاز الفني المنتخب. غير الحرج، هو شايف الدنيا كلها، هو كويس ولازم كان اجباري يروح المنتخب. صح، ما حدش هيجامله احسن من ناس كتير موجوده. احترامنا طبعا لرؤيه الجهاز الفني منتخب مصر، لكن هو بصراحه مشجع النادي الاهلي، انا مش فارقه معايا بقى انا بتكلم، انا مشجع للاهلي. كان وليد لازم يتاخد،
كان باعد نفسه عن اروح المنتخب، مرشح المنتخب، تركيزه كله كان فين؟ في الملعب، في النادي الاهلي. كان مميز جدا جدا وكان مكسب النادي. فطبعا الناس تاخد خبرات من الكابتن وليد، لعيب كبير وعنده خبرات كبيره ولعب بطولات كتير. كل اللعيبه اللي طالعه بالذات اللي في النادي الاهلي ياخدوا اللعيبه بتاعتنا قدوه ليها، الناس الكبار. تركيزنا كله في الملعب، مطلوب مني اكون كويس، مطلوب مني بطولات، هشغل بالي بالتلفزيونات واللي اتفرج البرامج. كل الناس بتحلل، في ناس مميزه وفي ناس ممكن تحلل بالزبط. عايزه توقع النادي الاهلي زي الفتره اللي فاتت كان في حمله علينا ده بيتكلم الاهلي والاداء ومش عارف ايه. احنا عندنا مثال مهم جدا هو كريم نيدفيد. كريم نيدفيد من اللعيبه اللي تعرضت لانتقادات رهيبه جدا جدا جدا، الناس كانت هتبطله فعلا كوره. لما الراجل خد فرصته ولعب بان امكانيات كريم نيدفيد وبان روحه في الملعب وبان اهميته للنادي الاهلي ان شاء الله خير المرحله المقبله. ودي رساله لاي حد عايز ينجح في مجاله او في شغلته. الله عليك. لازم ان هو يركز في هدفه وان شاء الله اكيد هينجح، ربنا اكيد هيكرمه يعني. ادينا مثل بنيدفيد، وده كريم نيدفيد بصراحه، وادينا مثل بالكابتن وليد نيدفيد. بعض مثلا الناس بتحلل اللي هو سمع الحاجات دي كلها مش هيلعب كوره، بالعكس ده رجع بقوه ومن العناصر المؤثره الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي، وان شاء الله يوصل للمستوى اللي كان بيه بالمنتخب والنادي الاهلي. وخد اشاده كبيره جدا من نفس الناس اللي بتنتقده. طبعا طبعا محدش هيقدر يقول لي ان هو مش كويس، هو كويس جدا. بيلعب اساسي ومميز في وما شاء الله عليه. كل اللعيبه ان شاء الله تبقى في فورمه كويسه هيفيدوا المكان. انا بتمنى ان اللعيبه كلها تركز، اللي ما لهمش دعوه بالتواصل الاجتماعي يعني بعيد على كلام حضرتك، يركزوا في الملعب عشان توصل للهدف المرجو منك. مع الاعتراف في نفس الوقت يا جماعه ان طبعا وسائل التواصل الاجتماعي واراء كل الجماهير بشكل عام اكيد مهمه جدا وليهم الحق، وده يعتبر اعلام جديد في عصرنا الحديث ودوره اكيد هام جدا، لكن كل واحد واكيد بيبقى ليه يعني رؤيته والتفكير الخاص بيه وهدفه اللي بيحاول يسعى لتحقيقه دايما. اكيد ما هنا ما انت عندنا هنا برضو ناس بتحلل في قناة الأهلي بس بيتكلموا برقي وبيتكلموا في اللي شايفينه قدامهم. مفيش حد بيجرح في حد، حتى النادي الأهلي لو في ماتش مثلا مش كويس بيقولوا الأهلي كانش كويس النهاردة، الأهلي مميز جدا بيقولوا مميز جدا. فالمفروض الناس كلها تبقى كده بالزبط. يبقى النقد بناء. ده أنا بتكلم على اللعيبة، أنا مفيش حد يعني إن أنا بنقد حد بعينه، بيقول لك بشكل عام النقد يبقى بناء، ده شيء مهم جدا طبعا. بناء وفي صالح الكره المصريه وفي صالح اللعيبه بالظبط. لان ما ينفعش لازم نرفع من مستوى لعيبتنا. انت قلت حته كويسه، الحته النفسيه بالظبط سيكولوجيا يعني. اللعيب لما بيسمع حاجه كويسه بيبقى طاير من الفرح. أكيد. انت اقعد مع لعيب كده وحصلت الفتره اللي فاتت، شد حيلك انت بعيد ليه على المباريات؟ لا انت كويس، انت كنت هداف هنا وهداف هنا، فين ادائك الجيد؟ لما لعيب بيسمع الحاجات دي بينزل يكسر الدنيا. واديك على سبيل المثال الشيخ أو ناصر، بتفرق، بتديله حاجة كويسة، دفعة قوية، بياخد باور منك أنت كمسؤول، بينطلق في الملعب. تمام. فهو ده تبقى نقد حلو ونصيحة مفيدة للاعب. طيب أهم المميزات المتواجدة في لعيبة النادي الأهلي الجدد، سواء محمد محمود، جيرالدو، محمود وحيد، واللي أدت إلى أن النادي الأهلي يسعى خلفهم ويحاول التعاقد معاهم حتى نجح وخلاص انضموا لفريق النادي الأهلي، وهينضموا خلال الأيام للتدريبات. المميزات اللي عند اللعيبة اللي انضموا حديثا للنادي الأهلي بتحديد الأسماء اللي قلت حضرتك عليهم؟ هي الأسماء كلها النادي الأهلي جابها أسماء مميزة جدا، وإن شاء الله تكون إضافة للنادي. بس حتة المستوى والحاجات دي إن شاء الله الجهاز الفني هو اللي يقول رايه لحضرتك يعني. تمام. لان انا مش اقدر اقيمهم، ده دي بتاعت الجهاز الفني. لكن اكيد في سمات شخصيه في اللعيب او بعض السمات الفنيه المتواجده فيه من خلال رؤيتك بتابعتك. كل متابعتي كل لعيب النادي الاهلي بيجيبه، والنادي الاهلي الفتره اللي جايه دي محتاجاه بيجيبه. يعني مثلا محمد محمود، اهم ما يميز محمد محمود ايه؟ ايه اللي هيضيفه ان شاء الله للنادي الاهلي من وجهه نظرك؟ لعيب كويس يكون اضافه مع الموجودين باذن الله. تمام. انت كل الناس احنا على فكره بنتكلم في شكل عام، والله ما فيهاش حاجه. احنا بنتكلم على لعيبه مميزين جدا انضموا للنادي الاهلي. ابو سمير اتفضل. انت راجل بتاع كوره وانا بتاع كوره برضه. طبعا في حاجات ما ينفعش حضرتك نتطرق ليها. ليه؟ في اختصاصات في الجهاز الفني ان شاء الله يقيمهم، بس انا قلت لك اختصرت لك حاجه مهمه جدا. تمام. لجماهير النادي الاهلي ولحضرتك يعني. كل واحد النادي الاهلي شايف انه يكون موجود هيجيبه. أكيد. والتوفيق بتاع ربنا. اتمنى النادي الاهلي مش هيختار حد غير لما يكون عارف ان ده اكيد هيكون اضافه ايجابيه ليه في التوفيق الفتره المقبله. كل المنضمين. رساله اخيره حابب تقولها للنادي الاهلي او لجمهور النادي الاهلي، وخصوصا ان احنا مقبلين على فتره مهمه جدا، كمان في لعيب مهم قوي هيعود لصفوف النادي الاهلي هو صالح جمعه، لا يقل الاهميه عن اللاعبين الجدد، يعتبر صفقه جديده بجانب كريم نيدفيد. يعني بشكل عام اديني رساله اخيره قبل ما نختم مع حضرتك. ان شاء الله نشوف صالح في احسن حاله. كل لعيبه النادي الاهلي الموجودين اول حاجه واهم حاجه في الدنيا ربنا يبعد عنهم الاصابات. يا رب يبعد عنهم الاصابات بالذات لعيبه النادي الاهلي.
ان شاء الله، لان كده في بريس عليهم الفتره اللي فاتت، ما تعرفش عين ما تعرفش ايه. فان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. بوعد جماهير النادي الاهلي ان النادي الاهلي يكون في شكل باذن الله الفتره الجايه مميز جدا جدا، يكمل المسيره اللي فاتت، وجماهير تصبر على الفريق ان شاء الله. الفريق حقق لهم كل البطولات، والاهلي يكون في احسن حاله باذن الله ان شاء الله. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي. كابتن صديق نورتنا وشرفتنا النهارده. اشكرك يا امير، وانا كنت سعيد جدا بوجودي، وبعتذر لك لو في حاجه مثلا لا طبعا سالتني فيها. لا طبعا في ممكن ما اكونش عارفها، بس يعني ايه ما بقدرش اتطرق ليها. لا طبعا اكيد نورتنا. انا بشكرك جدا، اتمنى لك طبعا المزيد من التالق والتوفيق مع النادي الاهلي في مسؤوليتك الهامه جدا الجديد ان شاء الله. استاذنك بس قبل ما تختم، انا باركت للسله فريق السله. اتفضل طبعا. الفريق المرتبط ثالث بطوله على التوالي، وبتمنى لهم التوفيق ومزيد من البطولات للنادي الاهلي في كل الالعاب باذن الله ان شاء الله. باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقائنا او فقرتنا الحواريه الاولى مع نجم من نجوم النادي الاهلي كابتن صديق الجمال، المتحفظ جدا في تصريحاته، واحنا عاذرينه عشان بحكم منصبه الجديد داخل النادي الاهلي. دي الفقره الاولى، استنونا الفقره الثانيه بعد الفاصل، هيكون معانا نجم كبير جدا من نجوم نادي الترسانه السابقين وهو الكابتن شاكر عبد الفتاح، وهنتكلم في العديد من الملفات الهامه جدا على الساحه الرياضيه المصريه بعد الفاصل. مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، فقرة حوارية أخرى وأخيرة في حلقة الأهلي ليلة النهاردة، ولا تقل أهمية عن الفقرة الأولى. معنا نجم نجوم نادي الترسانة السابق ومدرب نادي الترسانة السابق ومسيرة كبيرة جدا سواء في الملاعب كلاعب أو كمدرب، كابتن شاكر عبد الفتاح. كابتن شاكر منورنا ومشرفنا. أهلا بك أستاذ أمير وبجميع مشاهدي قناه النادي الاهلي. طبعا اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. منورنا طبعا النهارده في برنامج الاهلي الليله في قناه النادي الاهلي بشكل عام. يعني شرف لينا وافتخر يعني ان انا بتواجد في قناه النادي الاهلي، وهي قناه مش للنادي الاهلي فقط طبعاً. هي قناه لكل الرياضيين في مصر. اكيد اكيد. فطبعا يعني اتشرف بوجودي معاكم، وان شاء الله نكون ضيف خفيف على القناه وعلى السادة المشاهدين. اكيد طبعا ان شاء الله. يعني هنتكلم في العديد من الملفات على الساحه المصريه بشكل عام، لكن خلينا يعني نبتدي بنادي الترسانه. واكيد وحش جمهور الكره المصريه بشكل كبير جدا، غايب لفترات طويله عن الدوري الممتاز. في نادي الترسانه دلوقتي، وامتى نقدر او امتى ان شاء الله نشوف نادي الترسانه بيرجع تاني للدوري الممتاز؟ هو طبعا يعني اولا يعني يعز علينا طبعا ان نادي من الانديه الشعبيه صاحب التاريخ الكبير، ثالث نادي حاصل على البطولات بعد الأهلي والزمالك، نادي ساهم بقدر كبير جدا على مدى العصور بلاعبين في المنتخبات طبعاً القومية، أسماء كانت كبيرة ورنانة. للأسف الشديد الترسانة داخل في السنة العشرة وهو في الممتاز به او الدرجه الثانيه. الممتاز به ده يعني مسمى تجميلي، لكن هي دي الدرجه الثانيه التي لا تليق بنادي الترسانه. للاسف الشديد ان اي عمل بتحاول تحققه وتوصل للهدف لابد ان تكون عند المجموعه كلها او المنظومه داخل النادي الرغبه والاراده للوصول للهدف. بالظبط. للاسف الشديد الرغبه موجوده ككلام استهلاكي. استهلاكي؟ كلام استهلاكي وكلام عام. والا مش ممكن كنا نقعد 10 سنين في يعني. معنى كلام حضرتك ان مفيش رغبه قويه عند المسؤولين في نادي الترسانه او عند اللاعبين المتواجدين فتره حاليا ان هم يرجعوا الدوري الممتاز، وخصوصا بعد ان الموسم اللي فات هم كانوا قابو قوسين او ادنى من الصعود للدوري الممتاز. ده الموسم اللي فات والموسم اللي قبله بالظبط كمان. ما انا بقول لحضرتك يعني الرغبه يعني الفكره نمره واحد ان في امر ضروري وهام ان الترسانه ترجع. بتبدا العمليه في مجلس اداره، في بيختار اجهزه لاعبين جماهير، كل ده متوفر، بس في ثغرات كتير بتبقى موجوده
زي ايه طيب؟ في المنظومات. زي ايه؟ يعني مثلا بتكلم بالتحديد عن نادي الترسانة. في مره من في مره من المرات كنا قاب قوسين او ادنى. كان سنه 2011 تمام، بعد الهبوط بسنتين. لعبنا دوره كانت الترسانه واسوان والمنصوره. تمام. كسبنا المنصوره 3-0. وقبل الدوره دي ما تتم اتغيرت اللائحه بحيث ان المباراتين يختلفوا تماما عن بقيه مكافئات المباريات السابقه. تمام. كسبنا المنصوره 3-0 في اول ماتش. مع احترامي طبعا لاسوان الشديد وتقديري ليهم، كانت اسوان هي تعتبر الثالث في التوقيت ده يعني. هنلعب اسوان الماتش اللي بعديه، التعادل يكفينا صعدنا. بس ده مرتبط بايه؟ خلاص انت في منظومه احتراف، وعدت اللعيبه بمكافئات، ما اديتش المكافاه بتاعت ماتش المنصوره. اعتقدت ده كانت مسؤوليه اداريه طبعا، اعتقدت انك انت كسبت الاقوى والاصعب. فالاسهل اللي جاي، فخلاص انت ده الدرون او التعادل بمعنى صح هيكفيني. ما اديتش اللعيبه المكافاه. ابتدت اللعيبه انشغلت بالقصه دي وما انشغلتش بالمباراه. فده خطا اداري كبير طبعا. طبعا. ده كان سبب من الاسباب. وخاصه ان في سنه 2005 كانت الترسانه هبطت. واول حاجه عملناها او اول حاجه عملها النادي كان برئاسه الاخ العزيز الكابتن حسن فريد. تمام. وهو برضو للمعلوميه زي ما بنقول هنا بنقول هنا. هو اللي كان في 2011 برضو الرئيس، كان وكان مشرف على الكوره. ففي 2005 انا كنت بمرن خارج مصر. طلب مني ان انا اجي، كانت الترسانه نزلت. فجيت اول حاجه طبعا ابقيت على اللعيبه كلها اللي كانت موجوده، لان كانوا بيلعبوا في الممتاز. واللي بيلعب في الممتاز مش ممكن اسيب اللعيبه تمشي واقول ادور اعمل فريق جديد، فرقه جديده. ودي من الاسباب الرئيسيه اللي موجوده حاليا دلوقتي. انك كل سنه تمشي لك 15 20 لعيب وتجيب 15 20 لعيب، سلبيه كبيره دي طبعا. فانا ساعتها لما جيت اول حاجه فرقه تفضل زي ما هي. طبعا كانت فيها لعيبه واسماء طبعا كلهم كانوا بيلعبوا في الممتاز وحاسين بالممتاز يعني. وبالتالي لما هيجي يلعب في الدرجه الثانيه دي يعني هيبقى باسرع ما يمكن عايز يصعد تاني، وعنده الخبرات في الاسماء الكبيره. يعني انا اذكر من الفرقه دي ساعتها في التوقيت ده كان عندنا اسلام طاهر كان لاعب في الاسماعيلي، كان عندنا في الترسانه بيلعب ناحيه اليمين، كان محمود ابو الذهب. تمام. وكان عايز يمشي، وانا لما جيت قلت لهم لا يقعد. كان محمود سمنه لاعب القناه برضو، وبعدين بقى الترسانه. كان في محمود شاكر كان موجود طبعاً. كان في حسين محترم. شكري كان في مؤمن عبد الغفار. كان في عدد من الاسامي الجيده يعني. مجموعه فنية. كبيره. فقلنا لا، احمد سالم كان لاعب الاسماعيلي وكان عندنا في الترسانه، كان في نص الملعب، علاوه على لاعبتنا برضو اللي ليهم اسمائهم ومنهم من لعب في النادي الاهلي زي محمود سمير طبعا لعب في النادي الاهلي الفترة. كان عندنا سولومون اللي كان لاعب الاسماعيلي كان لاعب افريقي وجبناه عندنا. فقلنا لا، الفرقه تفضل ايه زي ما هي، لان دول قيمه كبيره. فعلا في نفس السنه صعدنا احنا وبتروجيت، رغم ان كان الوضع اصعب لان في التصفيات لعبنا دوره سداسيه كان فيها بتروجيت واحنا والقناه الرباط والانوار سكه حديد والشمس، يعني منافسه على مساحه اكبر، فبالتالي كانت اصعب. فكانت صعبه جدا، وكانت السكه حديد تعتبر في الفتره دي كان عندها مجموعه من احسن اللاعبين في مصر برضو. والشمس نفس الحكايه، كان بقياده الكابتن احمد عبد الحليم. تمام. وكان بتروجيت بقياده الكابتن مختار مختار. ومن التاريخ ده صعدنا احنا وبتروجيت. بتروجيت ما نزلش. بتروجيت ما زال لحد الان من 2005 2006 لحد دلوقتي 2018، وطبعا ربنا يوفقهم ويستمروا على طول بتروجيت. فطبعا بعد كده
الحيثيات دي كلها او المقومات دي كلها ما بقتش متوفره على طول. لذلك جينا في 2011 دي حصل خلل اداري ما صعدناش. في السنه بتاعه 2016 ضربه الجزاء بالظبط في السنه بتاعه 2017 طبعا يعني حصل برضو انك انت اهملت في المباراه الاول اللي قبل الاخيره في ملعبنا كانت مع نجوم المستقبل. فشيء طبيعي اكسب نجوم المستقبل في ملعبي ما يهمنيش الماتش اللي بعد كده بتاع جمهوريه شبين. جينا برضو لعبنا ماتش جمهوريه شبين يعني طيب هل نلخص الاخفاق المتتالي بالنسبه لفريق الترسانه في الصعود للدوري الممتاز في ان هو تخاذل اداري ولا ممكن يكون تخاذل اداري مع اللاعبين؟ لان في مقوله خطيره جدا يعني سمعناها الموسم اللي فات واللي قبله عن لعيبه الترسانه والله اعلم يعني طبعا بالنوايا، لكن يقال دايما ان لعيبه نادي الترسانه عارفين ان في حاله صعود الفريق للدوري الممتاز كلهم هيمشوا وهيجيبوا لاعبين طليق ان هي تلعب في الدوري الممتاز، فبالتالي كان ممكن بيتخاذلوا في المحطات الاخيره للصعود للدوري الممتاز. لا ده كلام يعني مرفوض شكلا وموضوعا، لان انا النهارده عايز اللعيب هخليه سواء انا في الممتاز او في الممتاز ب هخليه، مش عايزه همشي. ما انا لسه حكيت لحضرتك قلت لك ايه في 2005 ما احنا نزلنا وكان احمد سالم عايز يمشي، محمود ابو الدهب كان عايز يمشي، اكتر من لاعب كان عايز يمشي. اول حاجه قلت له اللعيبه دي تقعد، لدرجه حتى في قال له كابتن انت لو اتاخرت علينا 24 ساعه ده كانوا كنا ماشيين كانوا موافقين. فطبعا هي القصه كلها اداريه، انك تعرف ازاي تجمع المنظومه مع بعضها ويبقى في قناعه وفي اراده عند الجميع. اراده يعني اراده. حضرتك شايف ان ما كانش في اراده عند الجميع في النادي مثلا؟ ليه؟ ما دام بيحصل مره خلل اداري ومره خلل فني، اذا المنظومه مش ملتحمه مع بعضها. تمام. وبالتالي اي سبب من دول ممكن ايه؟ يبعدك. تمام. يعني انت النهارده مثلا في ساعه ضربه الجزاء حارس المرمى شيء طبيعي، ويمكن ده حصل في مباراة للنادي الأهلي قريبة اللي فيها اللي جاب فيها كان كسبان 2-0 وجت ضربة الجزاء لمروان محسن. المباراة الأخيرة في الدوري الممتاز. المباراة قبل الأخيرة. قبل الأخيرة. فحبوا إيه؟ كانت مباراة طلائع الجيش على ما أعتقد. عايزين يخرجوه من الايه السوء الحظ اللي كان ماشي فيها. فدخل يشوط الكره الايه البينالتي عشان يبقى جايب هاتريك، ثلاث اهداف هاتريك ضيعها. وارد. بس ما دام مش هو اللي بيشوط ما خليش هو يشوط. بالظبط. ايه المشكله؟ لو جيت في ازمه هيخش يشوط؟ لا هيخش يشوط. صح. فنفس القصه حارس المرمى رغم انه ده من احسن حراس المرمى اللي موجودين في مصر. بالظبط. مصطفى هو التصدي، هو كان قبليها صادت ضربه الجزاء واحنا اللي هنشوط دي، ولو جابها جون يبقى الترسانه صعدت بايده وبرجله. للاسف الشديد يعني اخفق في ضربه الجزاء وهم جابوا ضربه جزاء وصعدوا بيها. فاذا احيانا بيحصل خلل. انا النهارده ضربات الجزاء مسؤوليه الجهاز. حسين طيب. نمره واحد، حسن بالزبط. نمره اثنين وهكذا طبقا للكفاءات وللحاله النفسيه للاعب. الجيده للاعب. فهنا احيانا بيبقى اخفاق اداري او اخفاق فني. فطبعا يعني طبعا عشان نغلق ملف الترسانه سريعا، ايه النصائح اللي حضرتك توجهها لفريق الترسانه ان هو المفروض ان هو يعملها خلال الفتره الجايه عشان يصعد الدوري الممتاز، وخصوصا ان احنا شفنا فريق جيد لفريق الترسانه بالتحديد في مواجهه النادي الاهلي في بطوله كاس مصر، مباراه انتهت 3-2 وكانت مباراه صعبه جدا. ايه النصائح من حضرتك سريعا عشان نقفل ملف النادي الاهلي؟ احنا يهمنا طبعا احنا هنبتدي الدور الثاني يوم الخميس اللي جاي. احنا في فرق بيننا وبين الاول، احنا الهدف المفروض الهدف يبقى الاول ولا الثاني زي الاخير. فرق بينه وبين الاول نقطه، ولكن الاول اللي هو سيراميكا له مباراه مؤجله، فاذا وفق فيها وكسب هيبقى يعتبر الفرق 4 نقط. احنا المفروض بنبتدي الدور الثاني واحنا في تفكيرنا ان احنا في فرق 4 نقط. ازاي نعوض ال4 نقط دول؟ نمره 2 الكل يبقى على فكر واحد. تمام. وهدف واحد. وهدف واحد ان احنا مش عايزين نفرط في ولا نقطه. ولا نقطه. ما اجيش اقول ايه ان انا مفيش مشكله انا مش عارف بلعب بره
فاتغلبت فالمره الجايه ابقى اعوض لان الدور الثاني ما فيهوش كده تعويض. فاحنا نمره واحد الاول مع الكابتن احمد كشري الحاج طارق بصفته مشرف فمن مجلس الاداره كرئيس للنادي طبعا. على كره القدم بيقعد مع الكابتن احمد كشري بالزبط. والجهاز يتناقشوا مناقشه موضوعيه ومفيده ومقنعه ما هي الاحتياجات اللي هو عايزها عشان يقدر يحقق الهدف الاساسي. عشان يقدر انا جايز اكون بحكم اني بشوفه وبتفرج يمكن اكون عارف لكن مش من حقي اقول لان انا ماليش صفه معينه. فده الاول صفتي بس ان انا ابن الترسانه. اه نجم كبير من نجوم الترسانه واكيد يعني كلامك لكن طبيعي خبيئة. احنا عمرنا ما هنتاخر عن النادي في اي بالزبط بالزبط مشوره بالزبط. طبعا لكن هم اهل المهمه يقعدوا ويحددوا مسارهم في اللاعبين يحددوا فكرهم حتى ولو اضطر الامر دلوقتي انك تغير اللائحه تاني عشان خاطر تدي دافع وتزود الدوافع عند اللاعبين. ففي اجراءات كتير قوي لازم تتعمل في الدور الثاني منها نمره واحد هناك اتفاق بين الجهاز وبين المسؤولين جوه النادي واللاعبين ان احنا بامر الله مش هنفرط في ولا نقطه لا بره بالظبط ولا جوه. اكيد احنا نتمنى ده هيكون عامل مساعد كبير قوي في ان انا اقدر احقق الهدف بتاعي وخصوصا ان والله يعني الواحد بيبقى سعيد جدا اما بيشوف حتى رغم عددهم جماهير ترسانويه اصيله بالظبط فيهم ناس كبار وفيهم ناس صغيرين بيتواجدوا في كل مباراه سواء داخل النادي او خارج النادي. فاذا انت عندك هنا المؤشر اللي بيقول لك ان النادي ده قيمه وتاريخ وشعبيه نادي فعلى الكل ان هو يلتف حوالين هدف واحد بالظبط. نادي الترسانه نادي كبير جدا واكيد نتمنى له كل التوفيق خلال المرحله المقبله عشان يرجع الدوري الممتاز مره ثانيه وهو خصوصا ان هو فريق من الفرق التاريخيه في بطوله الدوري المصري او في البطولات المحليه بشكل عام فان شاء الله نتمنى كل التوفيق لنادي الترسانه. لكن دايما العلاقات ما بين الاهلي والترسانه علاقات مميزه جدا عبر التاريخ يا كابتن شاكر. والله يعني احنا طول عمرنا علاقتنا بتيجي نمره واحد تبقى نابعه بالاول من علاقه اللعيبه ببعضها. تمام. يعني لعيبه الترسانه مع كل الفرق على قدم المساواه وخاصه اللاعبين الدوليين في المنتخبات في المعسكرات العلاقه بتبقى وطيده بيننا وبين الانديه الاخرى. تمام. يمكن نادي الترسانه بالذات مع النادي الاهلي لان في فترات كتير وده طبعا برضو كان شرف وفخر للجميع ان النادي الاهلي القيمه والقامه التاريخيه والفنيه من بطولات من اسماء كان بيستخدم او بيستعين بلاعيبه الترسانه في بعض المباريات الدوليه الوديه. اذكر طبعا على سبيل المثال ماتش بنفيكا والنادي الاهلي في الستينات استعان النادي الاهلي بالمرحوم الكابتن بدوي عبد الفتاح وسجل هدف في هذه المباراه واصيب في المباراه برضو في سنه 75 كان ليا الشرف مع مزامله الكابتن المرحوم حسن الشاذلي في طلب النادي الاهلي بان احنا معاهم ونشارك ونتشرف باللعب مع النادي الاهلي في مباراه ضد ليجيا وارسو البولندي وفي الفتره دي كان منتخب بولندا يمكن كان كله من هذا الفريق يعني اذكر الاسماء الكبيره اللي هي ما زالت في التاريخ طبعا كان عندهم دي الصوره الخاصه بمباراه الاهلي وليجا وارسو البولندي في مباراه وديه وكان ليجا وارسو 75 كان بطل اوروبا في هذا التوقيت ليجا وارسو دوت كمان كان منتخب بولندا طالع ثالث العالم في اربعه في بطوله كاس العالم 74 اللي كانت في المانيا طبعا بولندا. نقدر نقول التشكيله او الصوره اللي معانا دي يعني كابتن اكرامي اعتقد الحارس كابتن اكرامي كابتن محسن صالح كابتن محسن صالح تمام الكابتن الدكتور سمير حسن كابتن طاهر الشيخ تمام الكابتن المرحوم الكابتن حسن الشاذلي طبعا نجم الترسانة المرحوم الكابتن الدكتور مدحت مصطفى كان لاعب النادي الاهلي ولاعب المقاولين العرب كابتن مصطفى يونس الكابتن مصطفى يونس الجالسين من الشمال كابتن حسن حمدي طبعا حمدي كابتن احمد عبد الباقي شاكر عبد الفتاح كابتن ابراهيم عبد الصمد اسماء كبيره قوي بصراحه فطبعا كمان. يعني
بحكم العلاقه اللي بيننا برضو احنا لعبنا مع النادي الاهلي المباراه ديت. كان ساعتها منتخب بولندا في اسماء رنانه كان كلهم من ليجيا وارسو، كان داينا ده كان في نص الملعب ده لعب في برشلونه وتوفى الله يرحمه في حادثه، كان لاتو وطبعا الشكل بتاع لاتو ده الناس ما تتساهوش، اصلع هو كان خالص بدون شعر، وكان زرماخ وزرماش ولاتو ولاكيتوش نعم. المباراه انتهت كام؟ المباراه دي انتهت 1-0 لصالح ليجيا وارسو. بس كانت مباراه زي ما انت شايف الملعب مقفول ما كانش فيه سنتي، وكانت مباراه الحقيقه يعني ممتازه جدا، يعني تشرفنا فيها باللعب مع النادي الاهلي. فمن هنا دايما بتيجي العلاقات دون النظر لاي شيء اكيد. وطبعا يعني العلاقات في المنتخب في المعسكرات العلاقات ده بينعكس على العلاقات ما بين الادارات الانديه، العلاقات مع الادارات طبعا. في انك انت كمان كتير قوي او معظم اللاعبين من الترسانه انتقلوا للنادي الاهلي، وفي بعض اللاعبين راحوا من الاهلي الترسانه كمان، وفي لعيبه من النادي الاهلي جت الترسانه. يعني اذكر طبعا من التاريخ البعيد شويه الله يرحمه الكابتن عبد الجليل حارس النادي الاهلي ومن اعظم حراس المرمى في تاريخ مصر، كان في الترسانه قبل ما يروح النادي الاهلي. وفي فتره ما كان الكابتن احمد ناجي اللي هو مدرب حراس المرمى انتقل من النادي الاهلي للترسانه. برضو راح محمد رمضان، علي ماهر، ابو تريكة حسين طبعا. شكري، محمود سمير راحوا لعبوا في النادي الاهلي. جالنا من النادي الاهلي برضو الله يرحمه الكابتن كردي، لعب في النادي الترسانة عندنا، عادل محمود، مصطفى الكيلاني الله يرحمه. يعني معظم بتحصل تبادل دايما بيننا وبين النادي الاهلي، ده ناتج اكيد عن العلاقات القويه ما بين الاهلي والترسانه، واكيد هي علاقات قويه ابديه ما بين فرقتين كبار جدا في تاريخ الكره المصريه سواء الاهلي او الترسانه. لكن خلينا نروح كابتن شاكر لملف اخر، وبالتحديد نتكلم عن بطوله الدوري هذا الموسم. كيف ترى البطوله حتى الان من الناحيه الفنيه؟ هو طبعا يعني كل ما البطوله بتبقى منتظمه فبتقدر تدي تقييم مناسب، صح. كل ما البطوله بتتوقف فترات كتير بتخليك تلجأ للأسف إنك تشوف بطولات تانية أو تتفرج على بطولات تانية، وتوقف البطولة فترات بتقلل من أو بتخفض من مستوى الفريق بصفة عامة واللاعبين بصفة خاصة. وإن كانت السنة دي كل ما تكون منتظمة البطولة بتحس بالمنافسة، لكن بتيجي النادي الاهلي بيشترك في افريقيا وكان في البطوله العربيه فبيحصل ليه تاجيلات كتير، فبتحس تلاقي مش عارف فرقه ايه بقت هي اللي ماشيه لانها بتلعب ماتشاتها بانتظام، فرقه تانية تبقى ماشيه بتنافسها الباقي، عبال ما بيجي النادي الاهلي يخش او يجي الاسماعيلي يخش بعد توقف كبير. يعني الاسماعيلي تقريبا افتكر ان بقى له الوقت 37 يوم ما بيلعبش، دخل في 40 يوم ما بيلعبش، 37 يوم ما بيلعبش، برضو دي سلبيه على نادي الاسماعيلي وسلبيه على الايه المسابقه طبعا نفسها. نفس القصه النادي الاهلي قابلته ظروف، ابتدى يلعب المؤجلات، المؤجلات يعني صعب جدا، مفيش لعيب في العالم يقدر يلعب كل اربع ايام ولا كل خمس ايام ماتش، ده كل ثلاث اربع ايام منتظمه، لا ده بتيجي مره لظرف ما وبتبقى في الجدول، مش حاجه زي ما بنشوف في اوروبا، ترى زي ما بنشوف في اوروبا. انا اعتقد ان طبعا كل ما تكون المنافسه من اكتر من فرقه كل ما دي بتثري البطوله نفسها في بين الانديه وبعضها، لان التنافس بيبقى كبير. فلما بيكون اربع خمس فرق بيتنافسوا فبتلاقي اربع خمس فرق هم اطراف في مباريات، يعني خمس مباريات هتلاقي اطرافهم منافسين، وبالتالي هتلاقي اطرافهم برضو بالظبط فيهم اللي خايف من الهبوط او اللي عايز يبقى في منطقه امنه، فده هيدي متعه طبعا، فده بيدي متعه وبالتالي متعه بيدي يعني شكل قوي للمسابقه. اعتقد في الدور الثاني بعد الانتظام في المسابقه النادي الاهلي لعبته المصابه، الجدول يبتدي ينتظم معاه، الزمالك نفس القصه، الاسماعيلي يخرج من الازمه بتاع برضه التاجيلات والكلام ده كله، مهم جدا الاسماعيلي ان شاء الله يخرج من الازمه دي، النادي كبير جدا وهيكون اضافه للمنافسه مع فرقه زي بيراميدز مشكله جديد، فرقه قويه فيها صراحه امكانيات وافراد
قوية. فدول ثلاث أربع فرق اللي خش معاهم طبعا المقاولين العرب بيقدم عروض قوية. في فرق طبعا بدأت كويسة وبدأت تنخفض دلوقتي. طبعا دوت راجع لعوامل كتير خاصة عندهم وللتوقفات وللأمور دي كلها. لكن المسابقة كل ما بتنتظم بتقدر تصدر أحكام على شكل المسابقة من ناحية الجودة أو الضعف. فكل لكن الشيء اليقيني أن كل ما المنافسين بيبقوا عددهم أكبر وبالتالي بتلاقي أطراف المباريات كلها. يعني حتى الآن يعني نقدر نقول المنافسين على بطولة الدوري زمالك ماشي بشكل جيد جدا وفريق محترم ونادي كبير وبيتصدر على رأس الجدول. وكمان فريق بيراميدز عنده إمكانيات كبيرة جدا وتأهله للمنافسة بشكل قوي على بطولة الدوري. إن شاء الله النادي الأهلي كمان يعود للمنافسة بعد ما يخلص المباريات المؤجلة. شايف شكل المنافسة ما بين ثلاثي دول بالتحديد إزاي السنة دي؟ لا هو طبيعي، هو النادي الأهلي ابتدى واخد الخط بتاع العودة بالظبط. هو مش ايه، هو طبعا شكلا كان في الجدول في المؤخره لان عنده عدد مباريات كتير، لكن بعد ما لعب ثلاث مباريات حصل فيهم على التسع نقط، اربع مباريات بال 12 نقطه. فطبعا دي ادت له دفعه كبيره قوي، ده ودته لمنطقه المقدمه. طبيعي لما هيلعب مبارياته مع عوده لاعبينه اعتقد انه هيكون طبعا في صلب المنافسه وممكن يكون متساوي كمان في عدد النقط او يتجاوز فرق في عدد النقط. لذلك هيكون هو فعلا الثلاثي دوت هو ثلاثي المقدمه والمنافسه. اذا وده اللي احنا عايزينه، احنا نتمنى ان عدد يكون كبير. ان ما تقوليش ان الاسماعيلي دلوقتي ده بقى متاخر قوي فخلاص انسى السنه دي. لا طبعا، مفيش حاجه. ما دام عندك في المسابقه مباريات تديلك الحصول على نقط تساوي بيها المنافسين يبقى انت لسه موجود. يبقى انا لسه موجود، المسابقه ما خلصتش. عندي المقاولين العرب. بالتحديد انا عايز اتكلم عن المقاولين العرب وتجربه كابتن عماد النحاس في بطوله الدوري السنه دي. الراجل فور وتولي المسؤوليه، اعتقد لعب 6-7 مباريات، فاز في جميع المباريات وتعادل مباراه واحده بس. هو لعب تقريبا خمسه، كنت كسب اربعه وتعادل. لا لعب اكتر، لعب حوالي 6 مباريات وكسب خمسه تعادل مباراه واحده. ايا كان، هو دلوقتي بيحصل على انجاز كبير جدا. انجاز كبير، وبعدين فريده من نوعها. عنده استقرار اداري. عنده استقرار فني، لاعبين موجوده معاه، عنده لعيبه صغار السن، عنده مواهب كتير بالظبط. فممكن يكون منافس قوي او خصم شرس في الملعب بالظبط. يعني ودي حقيقه، هو قدر يفوز على النادي الاهلي يعني. الاسماعيلي لو شال من دماغه ان النقط او خسر او هو في منطقه متاخره ويحسب حسابه، لا انا اقدر ارجع. فيبقى انا عندي هنا بقى اكتر من منافس. اتحاد اسكندريه ماشي بشكل جيد، يعتبر ماشي بشكل جيد، بس للاسف هو احيانا بيتاخر واحيانا بيتقدم بالتحديد في الدوري. لكن هو في بطوله الكاس وبطوله كاس زايد كمان، كاس مصر وكاس زايد، ماشي بشكل جيد جدا وصعد لادوار يعني بعيده في البطولتين. اكيد. لذلك احنا بنقول ايه برضو، نرجع لكلمه ايه، الرغبه والاراده بالظبط. انا عندي ثقه في نفسي، نفس الوقت يا كابتن ثقه في لعيبتي. فريق زي الاتحاد السكندري مش متعود ان هو يدخل منافسات كبيره لفترات كبيره، مع احترامنا طبعا فريق كبير جدا وليه قاعده جماهيريه كبيره ومحترمه جدا من الفرق المحببه يعني كل جماهير مصريه، لكن في نفس الوقت لاول مره بيشاركوا في بطوله عربيه وفيها منافسات قويه جدا وقدروا ان هم يفوزوا على نادي الزمالك ويصعدوا لدور الثمانيه في البطوله العربيه. هم ممكن ما يكونوش متعودين على حجم المنافسه ده او حجم المنافسه دي، وده ممكن يكون اثر عليهم في بطوله الدوري. للاسف الشديد ما زلنا لحد الان ما عندناش ثقافة الاشتراك في بطولتين. ده أكتر كمان بطولتين. ده بقول ده احنا هنخليهم بطولتين، ما عندناش ثقافة الاشتراك في بطولتين. فيهم واحدة بتجني على الأخرى. يا سواء محلياً يا سواء على المستوى العربي أو القاري اللي أنت بتلعب فيه. فما بالك في فرق بتلعب في ثلاث بطولات. النادي الأهلي بيلعب في البطولة العربية كان والأفريقية والبطولة المحلية. طبعا مفيش في الدنيا الكلام ده كله. انا من رايي ان اتحاد الكوره هنا عندنا في مصر يكون حازم وصارم ان مفيش نادي هيشترك في اكتر من بطولتين.
عندك عربيه وعندك افريقيه اختار لك واحده من الاثنين وخلي نادي تاني يشترك بالظبط عشان اعرف كمان انظم البطوله الدوري بتاعتي المسابقه بتاعتي المحليه صح. يعني مش معقول النهارده العب ويجي النادي الاهلي مش عارف فاضل له 8 او 9 ماتشات مؤجلين طب هيلعبهم امتى الاسماعيلي بيشترك في افريقيا وفي العربيه وفي المحليه وبعدين يخش في مشكله خلاص لجنه المسابقات مديه 5 ايام ما بين المباراه بالزبط. اللي بتشترك فيها بره وما بين المباراه المحليه تيجي مثلا عندك مش عارف التذاكر عندك الطيران طب هتعمل ايه لجنه المسابقات فلذلك انا من الاول وده كان يمكن اتعمل قبل كده ان اللي يشترك يشترك اللي عايز يشترك يشترك في بطولتين ومش كل الانديه تقدر تشترك في بطولتين فدي زي ما تفضلت اتحاد اسكندريه جايه على حساب يعني هو كسب الزمالك وكسب الترجي كسب انديه قويه وجيت غلب في الايه في البطوله المحليه بالظبط او تعادل اتغلب اخر مباراه من المقاولين 2-1 فطبعا الاتحاد اسكندريه كنادي كبير في اسكندريه والان للاسف الشديد بمفرده برضه وزي ما بنتكلم على الترسانه بنتكلم على الاولمبي بالظبط فين النادي الاولمبي فين المحله فين المنصوره ما هي دي انديه كلها كان ليها باع طويل شعبيه وجماهيريه في الدوري يعني بتضفي متعه لبطوله الدوري في حاله فنتمنى ان النادي الاولمبي يرجع نتمنى ان المنصوره يرجع نتمنى ان المحله يرجع البلديه المحله يرجع ما دي انديه بلديه المحله لعبت افريقيا بلديه المحله ساعه ما لعبت افريقيا لعبت نهائي الكاس مع النادي الاهلي بالظبط واتغلبت 1-0 بالظبط فدي كلها انديه كانت ممكن تسري المسابقه بشكل كبير جدا لو في تركيز في اتجاه معين او في اتجاه واحد ما بقاش بفكر شمال وبفكر يمين ولا انا طولت دي ولا انا طولت دي طيب عايز اتكلم عن ازمه التحكيم السنه دي تحديد المباراه الاخيره لفريق النجوم مع طلائع الجيش في كوارث تحكيميه للاسف الشديد يعني وادت لبعض الغضب عند مسؤولي النجوم ومش بس للاسف المباراه دي لا في اكتر من مباراه السنه دي يعني كان فيهم جدل تحكيمي كبير جدا 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 رايك ايه في مستوى التحكيم السنه دي هو طبعا يعني التحكيم للاسف هو في ناس طبعا كحكام كانوا كويسين وعلى درجه عاليه جدا من الاداء فيهم بطلوا او اعتزلوا منهم زي كابتن عصام عبد الفتاح منهم زي كابتن فهيم عمر منهم زي محمد فاروق طبعا دي كلها كانت حكام على مستوى برضو عشان توصل لحكام بنفس الدرجه وبنفس الخبره ممكن بتاخد معاك وقت فما في حكام بتلعب الاخطاء وارده في التحكيم بس لما تكون الاخطاء متكرره يا كابتن شاكر من حكم معين انا مش عايز اقول اسماء بس في حكام معينين اخطائهم متكرره وتبقى اخطاء كارثيه في الحقيقه ده بيكون ناتج عن ايه طيب او حله ايه هو للاسف الشديد احيانا الحكم بيخطا فبيجي يحاول ودي كارثه في التحكيم دي مرفوضه شكلا يعوض الخطا بتاعه يعوض الخطا بخطا تاني فبدل ما ارتكبت خطا واحد ارتكبت اتنين زي لعيب الكوره بالظبط بعمل لحضرتك تمريره او باص وانت مش في المكان اللي اقدر اعمل لك فيه الباص فاخفقت في التمرير اصر واعاند في ان انا لازم العب لك برضه نفس الباص تاني فالعب غلط فهي بتبقى عمليه نفسيه طبعا مرفوضه شكلا وموضوعا يمكن حتى بنقول للاعيب دايما اما تغلط لك مره واثنين وثلاثه ابعد شويه انت عن الايه انا اللعب مش اخرج يعني من الملعب ابعد يعني بمعنى اهدى شويه في الملعب كده اهدى شويه في الملعب ما تستلمش الكره كتير استلم في المكان السهل عليك عشان تعمل تمرير سليم عشان تقدر تستعيد الثقه مره اخرى نفس القصه عند الحكم بس الحكم هنا بقى كمان ايه ده في منصب القضاء بس القضاء نهون القضاء الاسرع من الفيمتو ثانيه زي ما بيقولوا لانه بياخد قراره في ثانيه واحده انت من الاساس نمرة واحد بتنزل مالكش علاقة بأسماء أندية كل اللي تعرفه لون أزرق قدام لون أبيض الأبيض غلط بيعاقب تمام الأزرق أحسن بديله حقه وهكذا إذا الحكم نازل دي العقيدة بتاعته هتقل أخطاءه لأن طبعا في التحكيم في كرة القدم بيقال إيه أفضل الحكام اقلهم اخطاء يعني ما فيش حكم بلا اخطاء لا أخطاء. طبيعي بشر حكم بشر كلنا كبشر يعني من صفاتنا ان احنا خطائين بالظبط
بس اما اغلط ما تمداش في الغلط. بالظبط. الحكم تتمادى في الغلط يعني ايه؟ يعني تيجي تصلح غلط بغلط. او تيجي في مباراه ثانيه عايز تصلح الصوره بتاعتك عن المباراه اللي قبليها تغلط نفس الغلط، زي ما تقول ان الغلط بالظبط متكرر. طبعا دي للاسف الشديد سمه مرفوضه شكل مضر، ولكن الحقيقه في حكام برضو كويسين موجودين بشكل جيد، في حكام صاعدين الحقيقه، حكام كتير كويسين صاعدين، بس طبعا الخوف بقى من اعتراضات الانديه وحساب النقطه والنقطتين بتضطر لجنه الحكام انها تدي عدد محدود من الحكام في المباريات الصعبه، بالاضافه للاسف في مباريات غريبه قوي، مره يجيب خمس حكام اللي هو حكم الساحه بالظبط واثنين حكام ورا المرمى واثنين مساعدين والحكم السادس اللي بره، ومباريات تانية ما فيهاش دول. دي بتبقى من اسباب اخطاء الحكام. انا النهارده بلعب كحكم خلاص نازل العب، والنهارده بيلعب في حكم خامس اللي هو ورا الجول ده وورا الجول ده، ساعات بيبقى من غير جدوى بصراحه الحكم الخامس. أيوة شفنا تجارب كتيره، فجيت في المباراه دي بعتمد عليهم فحركتي بتبقى اقل فعلا، وخصوصا فعلا في دخول منطقه فعلا الجزاء فعلا بعتمد عليهم، اجي في ماتش تاني مش مديني دول وانا خلاص بقى اقلمت عندي في العقل الباطن بتاعي ان انا معايا اتنين، فلا شعوريا حركتي بتبقى هي هي فممكن اغلط، فدي ممكن تكون من اسباب الاخطاء. يا هنحكم بخمس حكام يا هم زي ما احنا ماشيين بالتلاتة اللي جوه والحكم، يبقى في ثبات يعني في عدد في الحكام في أرضية الملعب في التفكير وفي التعيين. تمام. طيب ده بالنسبه للحكام، واكيد نتمنى كل توفيق للحكام المصريين في بطوله الدوري، خصوصا ان هم احد العناصر الاساسيه في المباريات، واكيد مستواهم لما بيكون عالي بنشوف مباريات اكثر من رائعه. بشكل عام اكيد نتمنى نشوف مباريات كتير في الدوري المصري تكون جيده وممتعه من الناحيه الفنيه بالتحديد. طيب عايز اروح على جزئيه اخرى وهي خاصه بكابتن شاكر عبد الفتاح وتجربه نادي العين الاماراتي، واكيد كانت تجربه اكثر من رائعه، عايزين نتكلم عنها باستفاضه من وجهه نظر حضرتك. والله طبعا يعني انا نادي العين اشتغلت فيه من سنه 94 95، ده كان اول موسم ليا. كنت في البدايه مسؤول عن قطاع الشباب وبصفه خاصه اللي هم اللاعبين اللي يالوا اللي هم قبل الفيرست تيم على طول الاول. منهم كانت فيه فرقه اللي هم بيسموها هناك الفريق الاولمبي بالظبط، اللي هم كانوا 21 سنة و 22 سنة، كان الفرق دي مشكلة، وفريق 19 سنة. تمام. يمكن في السنة دي كانت أول بداية لنادي العين إنه يفكر في قصة الإيه؟ الاحتراف. البطولات. البطولات. لا الاحتراف كان عندهم من زمان. الاحتراف لا، الاحتراف عندهم بدأ بعد 2000. بعد 2000. لكن هو كانت اللعيبه الاول لعيبه مواطنين او محليين. تمام. بدا اللعيبه الاجانب عندهم سنه 98 99 بالظبط، اخر اواخر التسعينات دي بدايه الدخول اللعيبه المحترفين الاجانب بالظبط، لكن الاحتراف الشامل عندهم في الالفينات فطبعا يعني انا لما بصيت رحت نادي له قيمه وقامه كبيره قوي طبعا بمسؤولينه طبعاً. الرئيس الفخري لنادي العين كان الشيخ خليفه، كان ولي العهد اياميه، هو رئيس دوله الامارات حاليا ربنا يديله الصحه وطوله العمر يا رب. كان مكون مجلس زي مجلس تنفيذي اللي هم يعتبروا زي مجلس حكماء دول ما لهمش دعوه بالنادي. المجلس ده كان برئاسه الشيخ محمد بن زايد، الشيخ هزاع بن زايد، عبد الله بن زايد، حمدان بن زايد، يعني اولاد زايد كلهم مع مجموعه كبيره من الشيوخ. الشيخ حمدان بن مبارك كان رئيس النادي في الفتره ديت، الشيخ عبد الله كان نائب الرئيس. فده المجلس ده بيحط دعم كامل للفريق، التخطيط الكبير، وبعدين يختار مجلس اداره يدير النادي
وينفذ الايه؟ الفكر. وده ادى اعتقد ان انتوا قدرتوا تفوزوا ببعض البطولات، او حضرتك بالتحديد قدرت ان انت تفوز معاهم ببطوله السوبر في 95 وبطوله الدوري في 97 98. اما ابتديت مع قطاع الشباب دوت اتفقنا زي ما كنت بقول لحضرتك لازم المنظومه كلها يكون عندها ايه؟ اتفاق على هدف وعلى نقطه واحده. بالظبط. احنا لازم نلعب على الايه؟ بطولة. البطوله. ودي كانت اول مره يحصل فيها شباب العين على البطولات. اللي هي خدنا بطوله الشباب وخدنا بطوله الفريق الاولمبي ده، خدناها خدنا ثلاث بطولات. في السنه دي مسكت برضو بعديها في نفس الموسم الفريق الاول، كنا بنلعب دوري السوبر مش بطوله السوبر. تمام. دوري السوبر كان هناك بياخد السته الاوائل بعد نهايه الدوري. بالظبط. ويلعب دوري من 10 مباريات. الحمد لله لعبنا ال 10 مباريات دولت، خدنا دوري السوبر دوت، ما تغلبناش ولا مباراه. استمريت طبعا بعد كده تاني في القطاع السنه اللي بعديها، خدنا برضو البطوله، ودي يمكن كانت نواه خلت اللعيبه اللي هي كانت صغيره دي نشأت على البطولات، وده اللي بينعكس على نادي العين دلوقتي، وده اللي بينعكس على الفريق الاول. كان ابرز اللاعبين مين الموجودين في الفتره دي؟ الفترة دي كان في ابرز اللعيبة اللي كانوا موجودين عندنا ولعبوا دولي كان غريب حارب، كان عبد الله علي، كان فهد علي، كان طبعا معايا كابتن فرقة ساعتها حمدون، كان في سالم جوهر، كان في فهد الله يرحمه فهد النويس، كان في ماجد العويس ده كان من هدافين الامارات، سيف سلطان، صالح جمعه، صالح جمعه بتاعهم مش بتاعنا. مجموعه كبيره جدا، معظمهم كانوا دوليين ومعظمهم كانوا صغيرين وبقوا دوليين، استعنت بيهم في الفريق الاول. وطبعا لاعب خد على البطولات، وهذا النادي هو قيمته انه بيلعب على البطولات بمسؤولينه بحجمه كنادي بجماهيره. بالظبط. حقيقه انا بعتز بجماهير العين بشكل كبير جدا، ان بيحبوا النادي حب يتشابه مع النادي الاهلي في حبهم وفي تواجدهم باستمرار. قعدت الفتره ديت خدنا البطولات دي، طبعا كان يسبقني في النادي الحقيقه طبعا وده الحق يقال كابتن يسري عبد الغني اللي هو كان مدرب نادي المقاولين العرب وحصل على كاس مصر، هو اللي اشتغل 3-4 سنين قبل انا ما اجي اشتغل، وهو اللي اداني الفكره عن اللعيبه وعن النادي ووضعهم إيه؟ وكان هو سبب في وجودي لما كانوا عايزين ما كان هيمشي، فقال لهم انا برشح لكم فلان. طبعا ربنا يديله الصحه ويطمنا عليه دايما يا رب. بعديها بعد ثلاث مواسم جيت في الموسم الثالث كانت حصل دروب كده في النادي هناك. وانا وده شيء وارد يعني. وبعدين انا مشيت. بقيت بره النادي حوالي شهرين او ثلاث بس، كنت رحت نادي الوحده. تمام. شاء ربنا سبحانه وتعالى ان انا يعني مش هستمر مع نادي الوحده، فقدمت استقالتي، كان الدروب ده موجود في نادي العين. كلموني تاني الاستاذ خليفه ناصر السويدي، كان ده رئيس مجلس الاداره. كلم الشيوخ ان احنا عايزين نجيب فلان نرجعه تاني. قالوا له انتوا مجلس الاداره صرف. طيب يعني بحكم خبرتك كلمني بقى ساعتها وجيت واتفقت معاه. خدنا ساعتها حتى واحنا بنكتب العقد، فبقول بيقول لي عايز ايه نقول ايه بتاع الكلام ده كله، فقلت له والله لو خدنا الدوري هاخد كذا كذا كذا. كان العين في حاله يعني صعبه جدا، فضحك. فرد عليا وقال لي طب والله كمان اللي انت بتقوله ده قدام النادي انا اديك زيه من جيبي الخاص. تمام. وحصل وخدت الدوري. وحصل وخدنا الدوري ساعتها 98 97 98. وطبعا كان ليا الشرف ان اخر مباراه كان بيقود نادي الجزيره فيها الكابتن الكبير والمدرب الكبير استاذنا كلنا الكابتن طه اسماعيل. اخيرا عايز اخد تقييم حضرتك لتجربه نادي العين في بطوله كاس العالم للانديه الاخيره والانجاز الكبير اللي حققوه في هذه البطوله وحصولهم على المركز الثاني، يعني وانجاز كبير يعني ليهم بالتحديد. هو طبعا زي ما بقول لحضرتك بقت القاعده اللي بينطلق منها نادي العين على طول باستمرار هي الحصول على كل البطولات اللي بيخش فيها. تمام. زي ما بنقول على النادي الاهلي كده، زي ما بنقول على الزمالك كده، الهدف الرئيسي ان هم بينافسوا على اي بطوله، انه بينافسوا على اي بطوله. ويمكن سريعا مبسوط بالتجربه بتاعتهم في بطوله كاس العالم؟ طبعا انا يعني بفتخر تفتخر بان انا
جزء من تاريخ هذا النادي طبعا، وهذا النادي جزء من تاريخي. والحمد لله ان توج ببطولات في كل السنين الاربعه اللي انا قضيتها مع نادي العين. وكان ليا الشرف في ان انا بعد بطوله 98 في اجتماع مع لجنه الكوره ووجود الشيخ عبد الله بن زايد والشيخ هزاع بن زايد، كان قدامنا خيارين، يا يعني نشترك في بطولات انديه مجلس التعاون او بطوله اسيا. فقلت لهم لا، نشترك في بطوله اسيا، هتعود عليكم كنادي العين من دلوقتي ومستقبلا بالفايده الفنيه. لان ما انت هتروح تلعب فرقه في الكويت كانك بتلعب فرقه في الامارات، في السعوديه نفس القضيه. لكن من اما اخرج لاعب اسيا هتساعدني في ان انا بنطلق في تجربه كبيره، وهتساعد البلد في المنتخبات بالزبط. والحمد لله، يعني الواحد بيبقى سعيد ليه أكيد. لان تقديراته ربنا سبحانه وتعالى كان موفق وكان فيها. اكيد يا كابتن شاكر، الحوار معاك ممتع، واكيد هيكون لنا لقاءات عديده جدا خلال الفتره المقبله عشان نستفيد في الحديث بشكل اكبر. وتشرفت ونورتنا النهارده في الحلقه. انا تحت امركم طبعا، وتحت امر النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، لان ده واجبنا تجاه اي قناه رياضيه، فان احنا بنساهم بقدر ولو قليل في الامور الكرويه كلها. وشرفنا طبعا ان انا اكون معاكم ضيف خفيف تاني مره تانيه. نورتنا وشرفتنا كابتن شاكر عبد الفتاح، نجم نجوم نادي الترسانه السابق ومدرب السابق نادي الترسانه والنادي العين، ومسيره تدريبيه وكرويه رائعه جدا للكابتن شاكر عبد الفتاح. دي كانت فقرتنا الثانيه من حلقه الاهلي الليله النهارده. استنونا وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. تصبحوا على الف خير.